السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم للجلسة الثانية من الأساسيات العلمية والتقنية للعلاج الفيزيائي في تأهيل أدوات الأعصاب المحيطية. هذه الجلسة الثانية إن شاء الله تعالى نبدأ على بركة الله. في نهاية هذه الجلسة أو ضمن هذه الجلسة سيتم التعرف على أدوات القطاعات الجلدية والمناطق الجلدية للأعصاب المحيطية، كما سيتم التعرف على الفرق بين أدية البضعات العضلية والعضلات المعصبة بالضفيرة العضدية. أيضا سيتم دراسة أديات أعصاب الضفيرة العضدية الرئيسية في كل منطقة من مناطق الطرف العلوي ونتيجة كل أدية. في البداية لازم نعمل مراجعة للجلسة السابقة. قلنا أن الضفيرة العضدية تبدأ من الأنسي إلى الوحشي من الجذور اللي هي الفروع الأمامية للأعصاب الشوكية، ثم مرحلة الجذوع اللي هي الترانكس، ثم مرحلة الانقسامات اللي هي الديفيشنز، ثم الكورتس، وأخيرا النهايات أو الأعصاب الانتهائية الترمينال نيرف. قلنا أيضا أن الضفيرة العضدية تنشأ من الجذور الرقبية من C5 إلى C8 في الصدر الأول. ثم قلنا أن يجتمع C5 مع C6 وبيعطينا الجذع العلوي، وC7 يستمر باسم الجذع المتوسط، وC8 مع T1 بيعطينا الجذع السفلي. ثم ينقسم كل جذع من هذه الجذوع إلى انقسامين أمامي وخلفي، فتنشأ بنتيجتها فيما بعد الحبال. الحبل الوحشي ينشأ من الانقسامين الأماميين للجذعين العلوي والمتوسط، والانقسام أو الحبل الخلفي أيضا ينشأ من اجتماع الانقسامين الخلفيين للجذعين العلوي والسفلي، والحبل الأنسي يستمر بالانقسام الأمامي من الجذع السفلي. قلنا أيضا أن السي 5 بيطلع منها أو بيطلع من مرحلة الجذور، في مرحلة الجذور بيطلع في عنا عصبين اللي هما العصب الكتف الظهري والعصب الصدري الطويل. قلنا الآن مرحلة الجذور سي 5 بيطلع عنا العصب الأول اللي هو العصب الكتف الظهري وهو عصب حركة، بيعصب العضلتين المعينية الكبيرة والمعينية الصغيرة. طبعا راح نقوم بمراجعة بس لكل عصب وشو هي العضلات اللي بيعصبها فقط لغير، ثم لأنه حكينا الجلسة الماضية عن منشأ المرتكز والعمل. وأيضا الجذور C5 وC6 وC7 بيطلع شيء اسمه العصب الصدر الطويل اللونج توراسيك نيرف، وهذا بيعصب العضلي المنشاري اللي هي السيراتوس انتيريور. مرحلة الجذوع في عنا فقط لا غير اللي هو الجذع العلوي بيطلع العصب فوق الكتفة، تمام؟ الجذع العلوي اللي هو C5 وC6 بيطلع عنا العصب فوق الكتفة اللي هو السوبراسكابولار نيرف، وبيعصب عنا عضلتين هما فوق الشوك السوبراسباينتوس والتحت الشوك اللي هو الانفراسباينتوس، وعندنا عصب عضلي تحت الترقوة اللي هي السب كلافيوس مصل، ويعصب أيضا ذات العضلي اللي هي السب كلافيوس، تمام. مرحلة الانقسامات مثل ما حكينا مرحلة الانقسامات ما فيها أي عصب. عندنا الحبال الكوردز، في عندنا الحبل الوحشي قلنا هذا بينشأ من مين ومين؟ بينشأ من الانقسامات الأمامية للجذوع العلوي والمتوسط، معناته بياخذ منين التعصيب تبعه او منين بياخذ مستوى القطاعي او المستوى الشوكي؟ بياخذ من C5 وC6 وC7، هذا اسمه الحبل الوحشي اللاترال كورد. اعصابه في عندنا العصب الصدري الوحشي اللي هو اللاترال بيكتورال نيرف، وبيعطي للعضله الصدريه الكبيره، والعصب العضلي الجلدي الماسكلوكوتينياس نيرف اللي هو بيعصب الغرابية العضدية وذات الرأسين العضدية والعضدية اللي هي إذا بقولهم باللغة اللاتينية أو الإنجليزية كوركا بريكولاس والبايسيبس بريكيا والبريكولس.
يعصب أيضا الجلد فوق العضلات القابضة في الذراع، وينتهي بشيء اسمه العصب الوحشي للساعد lateral cutaneous nerve of the forearm. الحبل الأنثى قلنا هو استمرار الحبل للانقسام الأمامي من الجذع السفلي، فبيأخذ تعصيبه معناته من ألياف C8 وT1 فقط. يملك الحبل الأنثى 5 فروع، وهي من الأنثى ونستمر إلى الخارج، يعني من الأقرب إلى الأبعد، يلي هو العصب الصدري الأنثى الميديال بيكتورال نيرف، بيعصب عضلتي العضلة الصدرية الصغيرة، والعصب الجلدي الأنثى للذراع يلي هو الميديال كوتينيوس نيرف أوف ذا أرم، وبيعصب الجلد اللي هو الأنثى للذراع. تمام، يعصب الجلد فوق الجانب الأنثى، الجلد فوق الجانب الأنثى للثلث القاصي للذراع، يعني الثلث البعيد الناحية الأنثية للثلث البعيد للذراع. تعصب ألياف من العصب الجلدي الأنثى للذراع الجزء العلوي لسطح الأنثى للذراع وأرضية الإبط. طبعا نحن عم نحكي عن هاي الأمور هاي إن شاء الله تعالى، هلا فيما بعد راح نشوف لنا قدامنا ليش عم نعيدها مرة تانية لهالنقاط الأساسية توم. عم نبدأ توم. العصب الجلدي الأنثى للساعد اللي هو الميديال كوتينيوس نيرف أوف ذا فور أرم، اللي هو كمان اسمه الثاني الميديال أنتبريكيال كوتينيوس نيرف، يعطي فروعا للجلد فوق العضلة ذات الرأسين العضدي، والجلد فوق السطح الأمامي للساعد، والجلد فوق سطح الأنثى للساعد نزولا حتى المعصم. تمام. العصب الرابع هو الجذر الأنثى للعصب المتوسط الناصف الميديال روت اوف ذا ميديان نيرف، ويتحد قلنا سابقا مع الجذر الوحشي ليشكل العصب الناصف، واخيرا بيعطينا العصب الزندي الألنار نيرف. العصب الزندي بيعصب جميع العضلات الداخلية لليد ما عدا عضلات الرانفة الثلاث والعضلتين الخراطنيتين الوحشينيتين. تمام. يعصب أيضا العصب الزندي في الساعد العضلة قابضة الرسغ الزندية والنصف الأنثى من العضلة قابضة الأصابع العميقة، ويعصب العصب الزندي أيضا الجلد المغطي للسطح الراحي للخنصر والنصف الأنثى للبنصر وجلد راحدة اليد والمعصم الموافق لهاتين الإصبعين. تمام. والجلد المغطي أيضا للسطح الظهري للجانب الأنثى. العضلات المعصبة الآن بالعصب الزندي، في عنا العاطفة الزندية للرسوب يلي هي الفلكسور كاربي أولناريس، النصف الأنثى للعاطفة العميقة للأصابع يلي هو الميديال هالف اوف فلكسور ديجيتور بروفاندوس، العاطفة للخنصر يلي هي الفلكسور ديجيتي مينيمي، ومقابلة الخنصر يلي هي الأبوننس ديجيتي مينيمي، ومباعدة الخنصر الأبدكتور ديجيتي مينيمي، والمقربة للإبهام الأدكتور بولاسيز، والخراطينية الثالثة والرابعة اللامبركل third and fourth، وبين العظام الأندروسيز والراحية القصيرة البالماريس بريفيس. العصب الناصف قلنا تعصب فروعه معظم عضلات المسكن الأمامي للساعد ما عدا العضلات قابضة الرسغ الزندية اللي حكينا عنها تو، اللي بيكون تعصيبها من الزندة، والنصف الأنثى للعضلة قابضة الأصابع العميقة اللي بيكون تعصيبها منين؟ من العصب أيضا الزندة. في اليد الآن بيعصب العصب الناصف عضلات الرانفة الثلاث المتعلقة بالإبهام، والعضلتين الخراطنيتين الوحشيتين يعني واحد واثنين، والجلد المغطي الآن للسطح الراحي للأصابع الثلاثة ونص الوحشية يعني واحد واثنين والثلاثة ونص الرابعة، والجلد المغطي للجانب الوحشي لراحة اليد ومنتصف الرسغ. العضلات اللي بيعصبها اللي هي الكابة المدورة، القابضة الكعبورية للرسغ الفلكسور كاربي راديالس، العضلة الراحية الطويلة، القابضة السطحية للأصابع، وعاطفة الأصابع العميقة، وعاطفة الإبهام الطويلة، والكابة المربعة، ومباعدة الإبهام القصيرة،
وعاطفة الإبهام القصيرة ومقابلة الإبهام والعضلات الخراطينية. أما فروع الحبل الخلفي فبتنشأ منه 5 أعصاب من الحبل الخلفي للضفيرة العضدية. طبعا أنا استعجلت شوي لأنه هذا حكينا سابقا. تنشأ 5 أعصاب من الحبل الخلفي للضفيرة العضدية يلي هي العصب تحت الكتف العلوي، بعصب العضلي تحت الكتفية، العصب الصدر الظهري بعصب العريضة الظهرية، العصب تحت الكتف السفلي بعصب العضلة المدورة الكبيرة، العصب الإبطي بعصب الدالي، والعضلة المدورة الصغيرة أيضا بعصب العصب الإبطي. أما العصب الكعبري فبيعصب مجموعة من العضلات، جميع عضلات المسكنين الخلفيين للذراع والساعد، والجلد المغطي للوجه الخلفي للذراع والساعد، والسطح الوحشي السفلي للذراع، وسطح ظهر الوحشي لليد، وبصير اسمه العصب بين العظمين الخلفية في المسكن الخلفي للساعد. أما العضلات التي يعصبها فهي العضلة الثلاثية الرؤوس العضدية المرفقية، العضلة العضدية الكعبرية، باسطة الرسغ الكعبرية الطويلة، وباسطة الرسغ الكعبرية القصيرة، باسطة الرسغ الزندية، وباسطة الإبهام الطويلة، وباسطة الإبهام القصيرة، وباسطة الأصابع. الآن نأتي الآن إلى موضوع هذه الجلسة إن شاء الله تعالى، يلي بنقول هي الأذيات اللي بتصير في مستوى القطاعات الجلدية وفي مستويات المناطق التي تعصبها الأعصاب المحيطية سواء كانت جلدية أو حركية. قلنا كمان هذه تذكير في السابق أيضا أنه عندنا المناطق التي تملك أدنى تداخل في القطاعات الجلدية ميل. إذن تتضمن المناطق التي تملك أدنى تداخل في القطاعات الجلدية ما يلي: أول شيء تقابل الناحية العلوية الوحشية للذراع لمستوى C5 للحبل الشوكي. تمام؟ إذا بنشوف الآن صورة لها مثل ما أنا شايفين C5 بتعطيك الناحية العلوية للذراع والناحية العلوية أيضا للساعد، معناتها تعصيب هدول الاثنين C5 للعصب الأكزيلير نيرف اللي هو العصب الإبطي، والراديال نيرف اللي هو العصب الكوربوري. تمام، لكن النجالة اللي هو اسمه الدريماتومز اللي هو مثل ما شايفين، إذا ما أعرف إذا مبين عليكم اللي هو هون الدريماتومز، هو الآن area of skin supplied by sensory neurons from a single spinal cord level، يعني هو المنطقة من الجلد المعصبة حسيا من مستوى وحيد من الحبل الشوكي. تمام، مستوى وحيد من الحبل الشوكي، يعني السي 5 هي وحيدة. إذا بنلاحظ طلعهم من الفروع الأمامية. تمام، جيت لهون صار في عندنا في منطقة الآن منطقة الجذور، واستمرت الآن هكذا إلى أن وصلت إلى منطقة الحبال وعطتنا شو العصب الإبطي والعصب النصف. إذن الأساس واحد، الأساس واحد اللي هو السي 5، لكن منطقة القطاع الجلدي معصبة بمستوى واحد من الحبل الشوكي اللي هو، لكن في عصبين محيطيين اللي هن الأكزيلاري والراديال نيرف. تمام، تقابل الرفاد الراحية الآن للإبهام اللي هو الرفاد المقصود فيها النسيج تحت الجلد المستوى C6 للحبل الشوكي. المستوى C6 للحبل الشوكي شوف شو عطينا، بيعطيك المسك الكوتانيوس نيرف العصب عضلة الجلدية اللي بيعصب الناحية السفلية أو الناحية الوحشية للساعد، أيضا بيعطينا السطح الظهري للأعصاب 1 2 3 ونصف الرابع اللي هو بيعطيك إياها العصب الكعبري، أيضا بيعطيك الناحية الراحية للأعصاب 1 2 3 ونصف الرابع بالعصب الناصف بالإضافة إلى سرة الأظافر. تمام، هذه بتكون من المستوى C6 من الحبل الشوكي. ما بنضيع C6 عطت أكثر من عصب، احفظ معها الشجرة، C6 عطت أكثر من عصب شوكي، من عصب محيط عفوا. تمام، C7 تقابل رفادة السبابة الآن المستوى C7 للحبل الشوكي. تمام، مثل ما أنا شايفين الآن C7 عطت حسيا طبعا للعصب الكعبري والعصب الناصف، يعني الريديال نيرف والميديان نيرف. تمام، هلا الناحيه الكعبريه نفس ما حكينا الناحيه الظهريه لليد. تمام،
والعصب المتوسط بيعطيك الناحية الراحية لليد، تمام؟ لنفس التقابل، نفس التقابل تقريبا. لكن خلاف انه العصب الناصف بيعمل على أسرة الأظافر بالإضافة له. تمام. الآن تقابل رفادة الخنصر اللي هو النسيج تحت الجلد، نرجع نقول رفادي يعني، اللي هو المستوى C8 للحبل الشوكي. تمام، المستوى C8 انطلقنا من C8 هكذا حسيا، عطتنا العصب الزنده وراحت الى الوجه الظهري والراحي للاصبعين الاخيرين او للاصبع الاخير ونصف او ما قبل الاخير. تمام، هذا C8. يقابل جلد الوجه الانثى للمرفق المستوى T1 للحبل الشوكي. نرجع منعيد ونقول نحن الان في منطقه القطاعات الجلديه، يعني يكون تعصيبها من مستوى واحد من مستويات الحبل الشوكي. نرجع من نعيد التعريف مثل ما شفت، كل صورة موجود معنا التعريف. الديرماتومز، الديرماتومز an area of skin supplied by sensory neurons from a single spinal cord level، يعني هي المنطقة من الجلد المعصبة حسيا من مستوى واحد من مستويات الحبل الشوكي. تمام، فبنجي عند التي واحد. التي واحد بيعصب حسيا، التي واحد بيعطيك اعصاب حسيه او بيعطيك الياف حسيه من العصبين للعصبين الميديال كوتانيوس نيرف اوف ارم اند فور ارم، يعني من العصب الجلدي الانثى للذراع والعصب الجلدي الانثى للساعد، وبيعصبوا هذول الاثنين الناحيه الانثيه للساعد. تمام؟ ما بننسى هذول. الآن لاحظ توزعات الآن القطاعات الجلدية، ومنعيد التعريف اللي بنقول هو أن القطاعات الجلدية تعصب بعصب حسي من هي المنطقة من الجلد المعصبة حسيا من مستوى واحد من النخاع من الحبل الشوكي، لكن هناك may be distributed by more than one peripheral nerve، يمكن أن يكون التوزيع بواسطة أكثر من عصب شوكي واحد. يعني C5 بتعطيك أكثر من عصب محيطي، C6 بتعطيك أكثر من عصب محيطي، وهكذا حتى نصل إلى T1 اللي بيعطيك أكثر من عصب محيطي. تمام؟ هذا المقصود به. إذن هو المستوى الجلدي أو المستوى الشوكي، الحبل الشوكي هو من C، يعني الأساس واحد، لكن التوزيع بيكون من أكثر من منطقة. الآن هذا سؤال، إذا حدثت الإصابة مكان السهم، شوف مكان السهم هذا اللي هو المقصود فيه، في قطاع، قطاع C6، تمام؟ ما الإحساس الذي سيفقد عند هذه الإصابة؟ تمام؟ راح نعطي دقيقة أو تنتين لحتى نشوف وبعدين بجاوب. إذن إذا حدثت الإصابة في مكان السهم، ما الإحساس في قطاع C6 الذي سيفقد؟ هل سيفقد الإحساس بشكل كامل؟ هل سيفقد بشكل جزئي أم أنه لن يفقد أبدا؟ تمام؟ إذا أصيب في هذا المكان لن يفقد إلا القليل من الإحساس، إذا سيفقد بعض الإحساس في القطاع C6. ليش؟ لأنه ما هذا مأخوذ من العصب العضلي الجلدي، هذا هون من العصب الناصف، هذا هون من العصب الكوبري، وهذين العصبين ما زالان يعملان. إذا الإصابة على مستوى الأعصاب المحيطية بيروح فقط التعصيب الحسي لهذا العصب. إذا حدثت الإصابة في عصب محيطي فبتروح التعصيب فقط المنطقة الجلدية المسؤول عنها هذا العصب المحيطي. الآن إذا حدثت الإصابة في مكان السهم، طيب هون هذا هون حدثت الإصابة في هذا المكان الآن، ما الإحساس المفقود في القطاع C6؟ هل سيفقد كل الإحساس؟ هل لن يفقد شيء؟ أم سيفقد بعض الإحساس؟ كما راح أعطيكم دقيقة، حبذا لو تشاركونا شوي. تمام؟ أحمد بكار، إذا مضبوط أخي أحمد، صحيح، سيفقد كامل الإحساس في منطقة القطاعات الجلدية المسؤول عنها C6. تمام؟ يعني هذا هو الأساس تبعه قطع في منطقة الجذوع. الآن التعصيب الرايح لهذه المنطقة اللي هي المنطقة الزهرية مأخوذ الآن من العصب العضلي الجلدي، مأخوذ من العصب الناصف، مأخوذ من العصب الكوبري. تمام، فهذه قطع الأساس تبعه، فبالتالي فقد الحس في كامل القطاع C6.
تمام أخي باسل، الإجابة صحيحة. الآن تؤدي الإصابة في الفروع الأمامية، تمام، الفروع الأمامية المقصود فيها من قبل ما يوصل في مرحلة الجذور، إذا كانت الإصابة في منطقة الفروع الأمامية أو في منطقة الجذور أو في منطقة الجذور يؤدي إلى فقدان الحس في منطقة القطاع الجلدي، قطاعات الجلدية بالكامل. الآن وصلنا عند الحقول الجلدية أو البقع الجلدية أو الكوتانيوس فيلتس. نقول هي تعريفها an area of scan supplied by sensory neurons from a single peripheral nerve، يعني هي المنطقة من الجلد المعصبي بعصب حسي من أعصاب المحيطية، واحد بعصب واحد من الأعصاب المحيطية، تمام؟ طبعا مثل ما حكينا سابقا يمكن أن تتوزع، يمكن أن تتوزع بأكثر من مستوى واحد من الحبل الشوكي، يعني سي 5 بتروح لأكثر هناك بقطاعات الجلدية، عفوا بقطاعات الجلدية سي 5 بتعطيك أكثر من عصب محيطي. أما الآن العكس اللي بتتوزع بأكثر من مستوى واحد من الحبل الشوكي، يعني العصب الناصف مثل ما أنا شايفينه هون، العصب الناصف اللي بيعصب الوجه الراحي للأصابع واحد واثنين وثلاثة ونص الرابع، تمام، بيتجي هون بهذه المنطقة بمنطقته، فهو بيروح إلى منطقة الانقسامات، تمام، بيعطيك من السي 7 ومنطقة أيضا هون السي 8، تمام. الآن ممكن أن يأتي تعصيب الحسة من قطاع جلد واحد، هي تعصيب الحسة من قطاع جلد واحد، لكن التوزيع بيكون بأكثر من عصب شوكي واحد، تمام؟ إذا تعصيب الحسة بيجيك من قطاع واحد لكن التوزيع بيكون بأكثر من عصب شوكي واحد، يعني مثل ما أنا شايفين هون، تمام؟ إجا من سي 6 وهكذا أعطاني العصب الجلدي، العضلة الجلدية، وأعطاني العصب الناصف، وأعطاني العصب الكعبري، تمام؟ عم يقول لك these sensory neurons come from one dermatome but are distributed by more than one spinal nerve، يعني بصير التوزيع بأكثر من عصب، بصير التوزيع بأكثر من عصب شوكي واحد. لكن الإصابة، إذا حدثت الإصابة في منطقة الجذور أو بمنطقة الجذور الأمامية أو الفروع الأمامية أو في منطقة الجذور أو منطقة الجذور، بيفقد الحس في منطقة القطاعات الجلدية، معناته هون بيكون الوضع تبعنا شو، الوضع أوسع، تمام، بيكون أوسع الوضع. يمكن أن يكون التعصيب الحسي قادما الآن من البقع الجلدية، بيكون جاي من البقع الجلدية مثلا من هون، بيكون جاي من المنطقة الزهرية هون لثلاث أصابع أو الأربع أصابع الأولى، واحد اثنين ثلاثة أربعة ونص، تمام، المعصبة بالأعصاب المحيطية، لكنه يذهب لأكثر من مستوى واحد من الحبل الشوكي، تمام. هذا هو مثل ما شايفين العصب الناصف انطلق الآن، صار في عنا وصل إلى منطقة الانقسامات عاد بالمستوى الأمامي، تمام، وصل إلى السي 7 وهنا بقي في المستوى أيضا وعطانا السي 6. لكن الإصابة في منطقة الأعصاب المحيطية، إذا أصيب العصب المحيطي سيفقد الحس في منطقة البقع الجلدية، يعني في المنطقة المسؤول عنها هذا العصب. الآن سؤال، حدد المنطقة الجلدية التي ستفقد الحس في حال إصابة، في حال كانت الإصابة في العصب العضلة الجلدية في هذا المكان في العضو، يعني هل سيفقد الحس في منطقة العصب أم سيفقد الحس في منطقة القطاع الجلدي كامل، تمام؟ سننتظر دقيقة أو أقل لإجابات حتى الآن. حدد المنطقة الجلدية التي ستفقد الحس في حال كانت الإصابة في العصب العضلي الجلدي، منطقة القطاع الجلدي كامل، منطقة تحت مكان الإصابة، منطقة الجلد كاملة، قطاع الجلد كامل كامل كامل. أخواني ما وصلت عندكم الفكرة، الفكرة أخواني أنه إذا كانت الإصابة في منطقة الجذور أو الجذور بيكون عندك الإصابة أوسع، يعني في منطقة القطاع كاملة، يعني المسؤول عنه سي 5 كامل، فبيكون يعني الثلاث أعصاب المسؤولة عنه بتروح الثلاثة، تمام. أما هون عم قلك أنا إصابة بس بالعضلة الجلدية، معناته الإصابة راح تكون وين بس، يعني في وسط الأنثى أو في سطح الجلد اليمين، اللي راح يفقد الحس بس في المنطقة اللي مسؤول عنها هذا العصب، تمام، اللي هي الكوتانيوس فيلد، يعني اللي قال الدراماتومز اللي هي قطاع الجلد كامل، فهو إجابة خاطئة. إذا الإصابة بس بتكون وين، بالكوتانيوس فيلد، بمنطقة بالمنطقة الجلدية المسؤول عنها العصب العضلي الجلدي، تمام.
الإجابة: عندما يصاب عصب محيطي سيفقد الحس في منطقته الجلدية المسؤولة عن تعصيبه. هون مثل ما نشافين صارت الإصابة في هذا المكان، تمام؟ فالفقد صار فقط في العضلة في المستوى الجلدي أو في المكان الجلدي المسؤول عنه فقط العصب العضلي الجلدي. طيب عم يقول لك إذا كانت الإصابة في العصب المحيطي سيكون الفقد الحسي في منطقته العصبية، في منطقته الجلدية، في منطقته الجلدية. الآن عندما تحدث الإصابة في مستوى الفروع الأمامية، في مستوى الفروع الأمامية بكل يعني منطقة الجذوع مثلا، هون بيفقد الحس في منطقة القطاعات الجلدية، تمام؟ صارت إصابة في هذا المكان، تمام؟ يعني نقول في صارت إصابة في منطقة الرقبة للجذع العلوي، فالعصب اللي طالع من السي 5 والسي 6 هي العصب الإبطي والعصب العضلي الجلدي والعصب الناصف، فكل عصب مسؤول عن منطقة عضلية خاصة به موجودة في الذراع، فتفقد هذه المنطقة فقط، تمام؟ يعني ما هو مثل ما حكينا في البداية، قلنا السي 5 على الناحية العلوية للذراع، تمام؟ ما بتروح كلها، بتروح بس المسؤول عن العضلة الجلدية، تمام؟ بتروح فقط المسؤول عنه الإبطي، بتروح بس المفقود مسؤول عنه العصب الناصف. أما في إذا كانت الإصابة في مستوى هذا، في المستوى هنا في مستوى الجذور أو الجذوع، فهذه هي هون مثل ما أنا شايفين بتروح بس المسؤول عنه في منطقة الدراماتومز المسؤول عنه هذا العصب، تمام؟ شوف، قلنا هون إصابة في منطقة الجذوع أو منطقة الجذور بتروح على كامل المنطقة، يعني المنطقة A و B، تمام؟ بتروح على المنطقة A و B. راح نعيد الفكرة مشان توضح عند الجميع. قلنا عند الإصابة في منطقة الجذوع أو في منطقة الفروع الأمامية الجذوع أو الجذور بتروح الإصابة كاملة في قطاع الجلد، تمام؟ يعني مثل هون إذا كانت إصابة في الجذع العلوي راحت عندنا الإصابة وين؟ صارت إصابة بالقطاعين A و B، تمام؟ أما إذا كان مستوى الإصابة على مستوى العصب الإبطي في هذا المكان مثلاً، محل ما نحط أن الفارق إذا منتبهين له، تمام؟ فبيكون الإصابة في المنطقة A فقط، تمام؟ أي أنه أصيب في عصب محيطي والمسؤول فقط، وهذا العصب المحيطي هو عصب الإبطي مسؤول عن المنطقة العلوية من الذراع الناحية الوحشية للذراع، تمام؟ هذه المنطقة هي A، ما كاملة بس A، تمام؟ وهكذا ستكون مستوى الإصابات وسيكون الشرح، تمام؟ سؤال الآن: إذا حدثت الإصابة مكان السهم، حدد منطقة الفقد الحسي، تمام؟ الآن إذا كانت، أنا مسمي لك إياها A و B و F و E و C و D، تمام؟ السؤال: إذا كانت الإصابة في مستوى الجذع السفلي، الإصابة في مستوى الجذع السفلي، ما هي القطاعات الجلدية التي ستصاب؟ أول شيء، هل هي ستصاب قطاعات جلدية أم ستصاب في منطقة أعصاب محيطية؟ تمام، عبد الرحمن، E، C و D، قطاعات جلدية، تمام. هون الإصابة بتكون عندنا مضبوط أخي باسل، هي إصابة قطاعات جلدية. حدد لي هذا القطاع الجلدي اللي بده ينفقد. تمام، إذا مثل ما حكينا دي و اي اللي أعطاني الأخ باسل إجابة صحيحة، والأخ بلال هندي إجابة صحيحة، تمام، والأخ علا علاء محمد. أخي مضبوط، الإجابات صحيحة. ليش؟ لأن نحن قلنا الإصابة في مستوى الجذوع السفلي فبتعطيك فقد للقطاعات الجلدية، يعني لكل هاي الأعصاب، لكل مناطق الأعصاب المحيطية المسؤولة عنها، هذا اللي بيطلع من الجذع السفلي، تمام؟ الجذع السفلي مثل ما نشافين فروع للعصب الزندي راحت المنطقة دي، تمام، وفروع من العصب الأنسي للذراع والعصب الأنسي للساعد اللي هي المنطقة E، وكانت الإجابات صحيحة. بدأنا نشوف نكون فكرة الآن جيدة عن الموضوع، تمام. إذا بس للاستذكار، مثل ما قلنا إذا كانت الإصابة في مستوى الجذور أو الجذوع فبتكون الإصابة في مستوى القطاعات، وإذا كانت الإصابة في مستوى البقع الجلدية الكترينيوس فيلد بتكون في مستوى القطاعات الجلدية أو المناطق الجلدية المسؤول عنه هذا العصب فقط، تمام. ننتقل الآن إلى البضعات العضلية. البضعات العضلية أخوان هي العضلة المعصبة
بجذر شوكي واحد. تمام. الميوتومز muscles supplied by motor neurons from a single spinal root level. إذا المعصبة بجذر شوكي واحد. تمام. تستخدم حركات مفصلية معينة لاختبار البضعات العضلية. تمام. مثلا السي 5 بيتم التحكم بقبض أو ثني الساعد عند مفصل المرفق بواسطة السي 6. تمام. بواسطة السي 6 يتم التحكم ببسط الساعد عند مفصل المرفق بشكل رئيسي بواسطة سي 7. شوف هون كان في ناحية العطف، الآن في ناحية البسط كان بالسي 7. هذه الحركة مسؤول عنها سي 7. يتم التحكم بقبض أو ثني المعصم بشكل رئيسي بواسطة سي 8. هاي هون سي 8. تمام. هذا البسط أو القبض طبعا المعصم. يتم التحكم بتبعيد وتقريب السبابة والوسطى والبنصر بشكل رئيسي بواسطة تي 1. تبعيد الأصابع بواسطة تي 1. نحفظ الآن هذه النقاط الأساسية. الآن تبعيد الكتف بيكون بواسطة سي 5. مين مسؤول عن تبعيد الكتف؟ اللي هو العضلة الدالية. العضلة الدالية من مين معصبة؟ معصبة من العصب الإبطي. تمام. عطف الساعد بيكون بواسطة سي 6. عم اعمل لك تمهيد انا هلق لباقي الاسئله اللي بتجي فيما بعد. تمام. عطف الساعد بيكون بواسطة سي 6 يلي هي العضله ذات الراسين من العصب العضلي الجلدي مثل ما انا شايفين بالصور. هاي سي 6 تماما الى العصب العضلي الجلدي، اعطاك للبضع العضلي او المسؤول عن الحركه، المسؤول عنه هو عطف الساعد او عطف المرفق. بسط الساعد الآن سي 7 مين بيقوم فيها؟ العضلة ثلاثية الرؤوس وهي تأخذ تعصيبها من العصب الكعوري. سي 8 مسؤولة عن قبض المعصم، قبض المعصم وهي قبض الأصابع السطحية flexor digitorum superficialis fasciales والعميقة profundus، والعصب تعصيبه بيكون منين؟ من عصبين اثنين هما العصب الزندي والعصب الناصف. اما تبعيد الاصابع تي 1 بيكون من تي 1 اللي بيكون هي بالعضلات بين العظام وتاخذ تعصيبها من العصب الزندي. سؤال، ما مستوى الحبل الشوكي المسؤول اولا عن عطف المعصم؟ ما الحبل الشوكي المسؤول اولا عن عطف المعصم؟ تو حكينا بس لنشوف. اذا في حضور معنا انتم، هو سي 8 واجابه صحيحه للجميع. صحيح الاجابه سي 8. مين بيقوم فيها؟ بيقوم فيها العضلات التاليه: قابضة الرسغ الكعبرية. تمام. قابضة الرسغ الكعبرية، قابضة الأصابع السطحية، في داعي نحكيها لاتيني راح نحكيها لاتيني، قابضة الرسغ الكعبرية يلي هي الفلكسور كاربي راديولس، قابضة الأصابع السطحية يلي هي الفلكسور ديجيتون سابافيشيالز، النصف الوحشي لقابضة الأصابع العميقة يلي هي فلكسور ديجيتورم بروفاندوس وتعصيبهم بيكون من العصب الناصف. أما النصف الأنسي لقابضة الأصابع العميقة وقابضة الرسغ الزندي فبيكون تعصيبها من العصب الزندي. تمام. سؤال، الآن أخذنا التلميح نجي لعند السؤال. إذا حدثت الإصابة مكان السهم، هون في منطقة شو قلنا هذه المنطقة، ماذا سيحدث على الأرجح؟ هل بده يكون في عنا عطف المعصم الكامل بده يتأثر، ولا ما بيحدث أي تغيير بالعطف، ولا بيتأثر العطف قليلا؟ شاركونا يا أخوان. تماما. إذا مثل ما جاوبت أخواني كمان جاوبت إجابات صحيحة،
سيتأثر العطف قليلا. ليش؟ لأنه ما زالت العضلات المعصبة من العصب الناصف ما زالت تعمل. تمام. الآن إذا حدثت الإصابة مكان السهم هون في منطقة الجذور، تمام، ماذا سيحدث على الأرجح؟ نفس الاحتمالات، عطف معصم ما بتأثر، ما بيحدث أي تغيير، ولا بتأثر العطف قليلا؟ صحيح للجميع. إذن عطف المعصم الكامل سوف يتأثر. الآن ما المستوى من الحبل الشوكي المسؤول أولا عن قبض المرفق، الحس في الإبهام، ومنعكس العضلة العضدية الكعبرية؟ إذن قبض المرفق اللي الصورة فوق، يعني الحس في الإبهام ومستوى العضلة العضدية الكعبرية بالترتيب. اخواني انتوا هيك ما حد شبكون، كله عم بقول واحد مسؤول عن الكل. يعني ناخذ الاجابه اخواني، هني اعطاني اجابه صحيحه يلي هو سي 6. تمام، الاجابات كانت معظمها صحيحه. اذا هو المستوى C6. تمام. طيب عرفنا الآن المستوى C6، ما الأعصاب المسؤولة عنه؟ عن عطف المرفق والحس في الإبهام ومنعكس العضدية الكعبرية. تمام، يعني هاي اللي عليها إشارات استفهام. الإجابة قلنا نحن C6، إذن المستوى C6 من الحبل الشوكي. تمام. الآن شو هي الأعصاب المسؤولة عن عطف المرفق والحس في الإبهام ومنعكس العضدية الكعبرية؟ واضحة بصورة الضفيرة، لازم تكون واضحة. أنا بقى حبيت هذه الطريقة بس مشان يكون في مشاركة، ما يصير في عندنا ملل بالمحاضرة. إذن إخواني جمعون هيك جمع ما تمام، مثل هون هلا الأخ بشار عم يقول الناصف، عم يقول الكعبري والعصب العضلي الجلدي. صحيح، العضلة الجلدية والناصف والكعبري. صحيح أخي، صحيح. إذا المسؤول عن هذه الحركات اللي هي عطف المرفق اللي هو العصب العضلي الجلدي، عن الحس في الإبهام هو العصب الناصف، وعن المنعكس العضدي الكعبري هو العصب الكعبري العضلي الجلدي الناصف الكعبري. صحيح. الآن دائما عم نعطي التمهيد قبل. إذا حدثت الإصابة في مكان السهم، تمام، شو ممكن يصير معنا على الأرجح؟ يعني ممكن يصير في عنا عجز في المستوى العصبي C6، ممكن يكون في عنا فقد في حس في قطاع الجلد C6، ولا ممكن يكون في عنا فقد حس في منطقة العصب الناصف الحسي، ولا فقد الحس أو بسط في الساعد، ولا فقدان منعكس العضدية الكعبرية. راح ننتظر قليلا لنحصل على إجابات. ودينا إذا كانت ضعف العطف قد إحساس إخواني راح يكون فقط في منطقة العصب الناصف. إذا راح يصير في عندنا فقدان الحس في منطقة العصب الناصف الحسي. نفس السؤال الآن، إذا حدثت الإصابة في مكان السهم هون، يعني ماذا سيحدث على الأرجح؟ نفس الاحتمالات إخواني، الصورة عم تدل، يعني ما في داعي للصورة عم تدل. ننتظر قليلا أيضا. فقدان الحس في إذا حدثت الإصابة في مكان السهم، ماذا سيحدث على الأرجح؟ اولا عجز في مستوى العصب C6، فقدان الحس في قطاع الجلد C6، فقدان الحس في منطقه العصب الناصف الحسيه، بسط في الساعد، ام فقدان منعكس العضديه الكعبريه.
الإجابة جيم، فقدان منعكس العضدية الكعبرية. تمام، إذا إن شاء الله تعالى كأنه وضحت الفكرة جيدا. الآن إذا حدثت الإصابة أيضا مكان السهم، تمام، ماذا سيحدث على الأرجح؟ هل هو عجز في نفس الاحتمالات السابقة، عجز في المستوى العصبي C6، فقدان الحس في القطاع الجلد C6، فقدان الحس في منطقة العصب الناصف الحسية، ولا بسط في الساعد، ولا فقدان منعكس العضدية الكعبرية؟ أعطوني إجابة. أخواني راح يصير في عنا تقريبا الإجابات كامل الاحتمالات صحيحة، كامل الاحتمالات صحيحة، يلي هي عجز في المستوى العصبي C6، بتصير في عنا فقدان الحس في القطاع الجلدي C6، راح يصير في عنا بسط في الساعد، راح يصير فقدان منعكس العضدية الكعبرية، باستثناء فقدان الحس في منطقة العصب الناصف. مين قال ليش؟ تمام، وانا اللي عم يسأل هذا السؤال انه عم تساعدنا الصور، هلا بدي لك، انا جاي لك عم اعطيك تمهيد مشان اقول لك كيف. هلا السؤال، قلت انا انه كل الاجابات صحيحه باستثناء فقدان الحس في منطقه العصب الناصف الحسيه. طيب ليش بس هاي الاجابه انه ما صحيحه؟ تماما اختي، تمام اخي علاء، علا تمام اختي علا، لانه العصب الناصف ايضا بياخذ تعصيب حصه من السي 7، تمام، لانه العصب الناصف بياخذ تعصيب حصه لذات المنطقه ايضا، او بيعصب ايضا للعصب الناصف بيكون سي 7. اذا كامل الاحتمالات صحيحه ما عدا فقدان الحس في منطقه العصب الناصف الحسي. الان مسار العصب الناصف الحسي والحركه سي 6 يعصب حسيا، طبعا لسه عم نقول احنا بدنا نميز بس بينه وبين الزنده كونه هم الاكثر تشابها. مسار العصب الناصف الحسي والحركه سي 6 بيعصب حسيا الوجه الراحي للابهام، سي 7 الوجه الراحي للسبابي والاصبع الاوسط ونصف البنصر، هذا حسيا. اما التعصيب الحركه فبيكون بالسي 8 لعطف المعصم المسؤول عن عاطفة الرسع الكعبرية والعاطفة السطحية للأصابع، والنصف الوحشي للعاطفة العميقة للأصابع، أيضا T2 عضلات الرانفي والخراطينيات 1 و2 الوحشي. إذا C6 وC7 بالعصب الناصف مسؤول عن التعصيب الحسي، C8 T1 مسؤول عن التعصيب الحركي. بالعصب الزندي شو مثل ما شايفين هون الميديال نيرف، هذا مسار العصب الناصف الحسي والحركي، تمام، هذا المسار الحسي والمسار الحركي مثل ما شايفين، بينشأ قلنا من C6 وC7 وC8 وT1، تمام، C6 وC7 شوف مثل ما شايفين لون هذا الأحمر، يعني أعطاك للمنطقة الراحية للأصابع 1 و2 و3 ونصف الرابع. السي تي 1 والسي 8 اعطتك لعطف المعصم، وايضا قلنا للعضلات الرانفي، تمام. الان مسار العصب الزنده الحسي والحركه، السي 8 بتعطي تعصيب حسي للخنصر ونصف البنصر بالاضافه لمنطقه البضعات العضليه العاطفه للرسوب، طبعا والتي 1 تعطي تعصيب لعضلات اليد اللي هن عضلات الضره الهايبروثينر، تمام، ومقربه الابهام الخراطينيه 3 و4 بين العظام والراحي القصيره مثل ما احنا شايفين هون المسار الحسي والحركي للعصب الزندي، تمام. في النهايه بعد ما نكون وصلنا وعرفنا شو هي البضع العضليه وشو هي الاعصاب المحيطيه، نقول البضعات العضلية السي 5 مسؤولة عن تبعيد الكتف، السي 6 عن عطف المرفق، السي 7 عن بسط المرفق، السي 8 عن عطف الأصابع، والتي 1 عن تبعيد الأصابع. الإصابة الآن في مستويات الجذور والجذوع بيحدث فقط بالقوة المرتبطة في القوة
في القطعات أو البضاعات الجلدية المرتبطة بها. تمام، يعني بالمختصر المفيد لنا إذا كانت الإصابة في مستوى، الآن شوف نرجع شوي للأعلى، إذا كانت الإصابة في مستوى القطاعة الجذور أو الجذوع أو الفروع الأمامية فبيكون الإصابة أعم وأكبر. أما إذا كانت في مستوى الأعصاب المحيطية فتروح بتنقطع أو تفقد القوة في منطقة المسؤول عنها هذا العصب المحيطي فقط. عندنا الأعصاب المحيطية اللي هي السبرا سكابلر نيرف والسبرا سكابلر نيرف والميديال كوتانيوس والأكزيلاري والريديا والمسكلو كوتانيوس والميديان والأولنار، هذول إذا كان عندنا إصابة فيهم بصير فقد القوة في العضلات، في العضلات المرتبطة بها، مو مجموعة العضلات، في العضلات المرتبطة بها. أما بالبضاعات العضلية يعني مجموعة العضلات المرتبطة بهذا القطاع. الآن بعد ما أخذنا هذا التمهيد اللي هو هلأ بنحكي اللي حكينا عنه الإصابات في المناطق الحسية، حكينا عن الأذيات أيضا الحركية، عن مستويات الأذيات الحسية والحركية سواء كانت في منطقة الجذور أو في منطقة الأعصاب المحيطية. الآن نصل إلى الأذيات، أذيات الضفيرة العضدية. قلنا الجذور والجذوع بتتوضأ والانقسامات بتتوضأ في الجزء السفلي للعنق، تمام؟ بينما تتوضأ الحبال ومعظم فروع الضفيرة، تمام، في الأبط. إذن الجذور والجذوع والانقسامات في الجزء السفلي للعنق، وتتوضأ الحبال ومعظم الفروع في الأبط. طبعا الأذيات التامة اللي بتصيب كافة الجذور نادرة، أما الأذيات الجزئية فهي شائعة، تنجم عن الشد أو الضغط وقد تنقطع الأعصاب بشكل إفرادي في الجروح الطاعنة. الآن إخواني بدنا نحكي عن الإصابات في كل عصب محيطي، تمام؟ شو الأذية الناجمة عن إصابة العصب المحيطي هذا؟ شو هي العضلات اللي بدها تضعف؟ شو الشكل اللي بده يصير معنا بالطرف؟ تمام؟ طبعا راح نحكي الآن بالعموم في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى إذا الله يسر، راح ناخذ المتلازمات الأساسية بشكل موسع، لأن هنحكي عن الاختبارات تبعها، وفي الجلسة اللي بعدها راح نوصل لمرحلة العلاج الفيزيائي اللي نحن راح نحكي عنه واللي هو عنوان محاضرتنا أو دورتنا. الآن الأذيات العلوية للضفيرة العضدية شلل رب تنجم أذيات العلوية إذا هاي الأذيات العلوية للضفيرة العضدية اللي هو اسمه شلل ريبدوشن، تنجم عن إزاحة الرأس بشكل شديد إلى الجانب المقابل وخفض الكتف في نفس الجانب، تمام؟ يؤدي هذا إلى انشداد شديد أو حتى تمزق جذري الضفيرة العضدية C5 وC6. تحدث هذه الحالة عند الرضع أثناء الولادات العسيرة أو لدى البالغين بشكل تال لضربة أو سقوط على الكتف. تمام. هلا قلنا شو الربط الأول، شو ربط بداية المحاضرة عندنا هون. أخوان أول شيء الأذيات العلوية يعني في الجذع العلوي. الجذع العلوي مين؟ يعني C5 وC6. طيب الآن أنا قلت لك إذا كانت عندي مستوى الإصابات في منطقة الجذوع، تمام؟ في مستوى الجذوع، في منطقة الجذوع، شو هو الفقد الحرق، الفقد أول شيء الجلدي، الفقد الجلدي وين بده يصير؟ في منطقة القطاعات الجلدية، تمام؟ في منطقة القطاعات الجلدية. وأيضاً إذا قلت لك هلا الفقد وين بده يصير على مستوى البضاعات العضلية؟ في المجموعات العضلية المسؤولة، في المجموعات العضلية، يعني مو بعضلة واحدة، في مجموعات عضلية، تمام؟ مسؤول عنها أعصاب تأخذ تعصيبها أو تأخذ أليافها من C5 وC6، تمام؟ الفكرة وصلت؟ راح نعيد ونقول قلنا إصابة علوية معناتها وين؟ بالجذع العلوي، تمام؟ الجذع العلوي بينشأ من اتحاد جذرين هني C5 وC6، صحيح؟ صحيح. الفقد الجلدي أو الفقد الحسي وين بده يصير؟ في مستوى القطاعات الجلدية، يعني منطقة واسعة، منطقة كبيرة، تمام؟ هذا حسياً. حركياً شو بده يصير عندنا؟ قلنا C5 تبعيد الكتف، تمام؟ وC6 عطف المرفق، تمام؟
فالحالي انت مجرد ما بدي اعرف شو بتصير بعدين، ما بدي اعرف شو هن العضلات، ما بدي اعرف شو بعدين. اخي سي 5 صار عندي تبعيد كتف، وبالاضافه لشو انه المرفق شو عندي مبسوط كونه صار الاصابه عنده، تمام؟ يعني راح التبعيد صار في عندي تقريب كتف، وراح العطف صار في عندي بسط. هذا هيك بالمقشر مثل ما بيقول، او هيك بشكل سريع، هسه ما دخلنا بالتفاصيل. تمام. الاعصاب اللي بتحتوي الياف عصبيه اتي من الجذرين المذكورين اللي هن سي 5 وسي 6. عندنا عصب فوق الكتف، العصب تحت التركوي، العصب العضلي للجلده، والعصب الابطي. لذلك ستصبح هذه الاعصاب عديمه الوظيفه. احيانا يصاب ايضا العصب الصدري الطويل، تمام؟ احيانا يصاب العصب الصدري الطويل، بصير بعدين يعني بيكون الطفل اضافي لانه في عنده يد او ذراع الشرطه او كانوا يسموه النادل، تمام، تبع البقشيش، يكون في عنده كتف مجنح، تمام. طيب بالتالي العضلات اللي بدها تصاب بالشلل، العضلات المعصبه بهذه الاعصاب اللي حكينا عنها اللي هن العضله فوق الشوك، شغلتها مباعده للكتف، ربطناها مع المحاضره الاولى مثل ما انتم شايفين. تحت الشوك تدير الكتف للشوكه، تمام. تحت التركوي تخفض التركوي، تمام. الداليه هي مباعده للكتف. المدوره الصغيره تدير الكتف للوحشه. وذات الراسين العضدي وهي باسطه للساعد وعاطفه للمرفق ومثنيه ضعيفه للكتف. والجزء الاكبر من العضله العضديه هي عاطفه للمرفق، والغرابيه العضديه وهي عاطفه للكتف. وبالتالي لما اصيب الجذع العلوي فراح يكون عندك الطرف معلق هيك مثل كانه معلق بالهواء مرتخي، تمام، بشكل رخو جانب الجذع، ومدار الانثى كان في عندك العصبه المدوره الصغيره مصابه ايضا بواسطه الجذع، ومدار الانثى بواسطه الجزء القاصي الضلعي للصدريه الكبيره، والذي اصبح غير معاكسا في عمله، تمام. الساعد بده يكون بوضعيه الكب بسبب غياب عمل ذات الراسين. هلا تم تشبيه وضعيه الطرف العلوي في هذه الحاله بوضعيتها لدى البواب او النادل او الشرط المرتشي الذي يلمح الى طلب البقشيش. اضافه لذلك سوف يحدث فقدان للحس اسفل الجانب الوحشي للذراع. اذا مثل ما شفتوا ربطنا قضيه القطاعات الجلديه وربطنا قضيه البضاعات العضليه في هذه الاصابه. نحن الان عم نحكي بالاصابات بشكل عام، ما استعملنا تمايز لاي اصابه، يعني ما عملنا فحوص للاعصاب، ما عملنا فحوص عضليه، ما عملنا اختبار عضلات، ما عملنا اي شيء ابدا، ولكن على المعطيات الموجوده عندنا حكمنا على الاصابه، تمام، بالمعطيات السريه اللي قدامنا، تمام. يعني في الجلسه القادمه ان شاء الله تعالى راح ترجع معنا تنعاد هاي الاربدوشن، راح يرجع ينعاد معنا الاربدوشن، لكن باكثر توسعا بدنا نحكي عن الاختبارات اللي ممكن نعملها، بدنا نحكي عن مجموعه التقايم ممكن ايضا نعقد فيها ان شاء الله تعالى. الان الاذيات السفليه للضفيره العضديه اللي هو شلل كلام، تمام. اصابات ناجمه عن اشد نتيجة للتبعيد الشديد للذراع، كما تحدث عندما يسقط شخص من ارتفاع بيقوم بيتشبس هيك بجسمه بجسم ما بمد ايده محاولا انقاذ نفسه. بيتمزق عادة هون العصب الصدري الاول. تسير الالياف العصب القادم من هذه الشدفه في العصبين الزنده والناصف. طبعا انا قلت لك الاذيه السفليه يعني وين؟ بالجذع السفلي. وين؟ بالجذع السفلي يلي بيعطي الياف ولمين لعصبين اثنين، هما العصب الزنده والعصب الناصف، تمام. لتعصب جميع هذه العصبين الزنده والناصف، هدول بيعصبوا هني بالاساس العضلات الصغيره لليد، تمام. لذلك تاخذ اليد الشكل المخلبي، تمام، الشكل المخلبي بسبب فرط بسط المفاصل السنعيه السلامي، يعني المفاصل السنعيه المشطيه السلامي وفيها فرط، فهي راجعه بشكل ولا ورا بشكل كبير جدا، ف
فبتنتهي معك باقي الأصابع، باقي السلاميات. تفقد العضلة الباسطة للأصابع الفعل المعاكس لها من قبل العضلات الخراطينية. تمام أخوتي، هلا بس مشان أنت هلا صار البناء والتسلسل الدراسي راح تعرفوه. حكينا احنا قلنا لك في عندك قطاعات جلدية، حكينا لك بعدين في عندنا قطاعات عضلية، وبعدين في قلنا لك الأذيات. الآن لك أن تربط فيما بينهم. تمام، إذا كانت إصابة في مستوى الجذوع لازم تعرف أنت الآن شو الفقد اللي راح عندك، سواء كان حسي أو حركي. وإذا كانت الإصابة في مستوى الأعصاب الطرفية أو الأعصاب المحيطية فبتكون الفقد أقل وأقل تمايزا. إذا كانت بعيدة تكون الإصابة واضحة، مجموعة عضلية كبيرة اللي انفقدت. إذا كانت باتجاه الأعصاب المحيطية فبتكون المجموعات العضلية أو المجموعات العضلية والقطاعات الجلدية تكون أقل ضعفا، يعني تكون أكثر تمايزا. تمام، كل ما بعدنا كانت المجموعة أكبر، كل ما قربنا كانت المجموعة أقل، مجموعة الإصابة. تمام، تفقد العضلة الباسطة للأصابع الفعل المعاكس لها من قبل العضلات الخراطينية والعضلات بين العظام، وتقوم ببسط المفاصل السنعية السلامية. تفقد أيضا العضلتان العاطفة السطحية للأصابع، وأنا اللي بحب اللاتيني موجود، يعني الفلكسور ديجيتورم سوبرفيشيالز. تمام، والعاطفة العميقة للأصابع اللي هي الفلكسور ديجيتورم بروفاندوس، الفعل المعاكس لهما من قبل العضلات الخراطينية اللي هي اللامبريكال مصل وبين العظام، وتقومان بثني السلاميتان المتوسطة والنهائية على التوالي. إذا تثني السلاميتين المتوسطة والنهائية على التوالي. يحدث بالإضافة لذلك فقدان للحس. إذا فقدان الحس هو بده يكون هلأ على طول الجانب الأنثى للعضد، على طول الجانب الأنثى للعضد. تمام، وإذا تأذى العصب الرقبة الثامن أيضا سوف يمتد فقدان الحس ليشمل الجانب الأنثى للساعد واليد والإصبعين الأنثية. يمكن أن تنجم الأذيات السفلية للضفيرة العضدية أيضا عن وجود ضلع رقبي أو نقائل خبيثة من الرئتين إلى العقد اللمفاوية الرقبية العميقة السفلية. إذن الأمور صارت واضحة إن شاء الله تعالى. تمام، ننتقل الآن إلى أذيات العصب الصدري الطويل. يمكن أن يتأذى العصب الصدري الطويل اللونج ثوراسيك نيرف. بينشأ من مين؟ قلنا هذا ينشأ في منطقة الجذور، يعني من C5 وC6 وC7، وبيروح تعصبه على العضلة المنشارية الأمامية السيراتوس أنتوريور. تمام، هلا بحدوث ضربات أو ضغط على المثلث الخلفي للعنق أو أثناء إجراء جراحة لاستئصال الثدي الجداري يؤدي إلى شلل المنشارية الأمامية. تمام، احيانا بيكون في امراه مثلا في عندها سرطان بالثدي، فنتيجه لازاله هذا السرطان ممكن ازاله الثدي وادى بضرر للعضله الصدريه. تمام، او للعضله المنشاريه، وممكن انه يسبب اصابه او يقرب على العصب الصدري الطويل فبتنشل معنا العضله المنشاريه الاماميه. تمام، هذا يؤدي شلل المنشاريه الاماميه لفقدان القدره على تدوير الكتف. قلنا المنشاريه الاماميه اصلا هي بالاساس شو شغلتها؟ تمام، بتثبت الزاوية السفلية والناحية الأنسية على الجدار الخلفي للقفص الصدري. تمام، إذا المنشارية الأمامية بتمسك لوح الكتف من جوا، زاويته التحتاني تثبته على القفص الصدري من وراء. تمام، الآن أصيبت العضلة المنشارية الأمامية نتيجة إصابة العصب الصدري الطويل، فمنلاحظ أنه الكتف ابتعد، لوح الكتف وين؟ ابتعد عن الجدار الصدري. تمام، ودار باتجاه ايش؟ باتجاه الوحش. تمام، كان ثبت انسيا فلت انسي فانفقد التثبيت تبعه، فبصير في عنا شيء اسمه الكتف المجنحة. تمام، لذلك يعاني المريض من صعوبة رفع ذراعه فوق رأسه،
كذلك لن تتمكن الحافة الفقرية لذوح الكتف وزاويته السفلية من الاحتفاظ بوضعية الانطباق الشديدة على جدار الصدر، وبالتالي سوف تتبارز للخلف. تدعى هذه الحالة بلوح الكتف المجنحة. تمام. العصب الإبطي. العصب الإبطي يمكن للعصب الإبطي اللي بنشأ، قلنا من وين حكينا، برجع بنذكر فيها بكل عصب، راح نرجع ونذكر فيها، نقول يمكن للعصب الإبطي الذي ينشأ من الحبل الخلفي للضفيرة العضدية C5 C6 أن يتأذى نتيجة الضغط الذي يحدث، بيصير مثلا حد بيكون مصاب أو عنده كسر في منطقة معينة من الأطراف السفلية، فبيحط عكازين تحت إبطيه، فنتيجة وجود هذين العكازين ممكن أن يؤدوا إلى شلل العصب الإبطي أو إلى إصابة العصب الإبطي. تمام. مرور العصب الإبطي من الإبط بيجعله عرضة بشكل خاص هنا لأن يتأذى برأس العضد المنزاح للأسفل، تمام، في خلوع مفصل الكتف أو في كسور العنق الجراحي للعضد، بيضغط عليه خلع كتف، تمام، إلى الأسفل نزل، فنتيجة هذا الخلع صار في عندك انضغاط على العصب الإبطي، ويحدث بالتالي نتيجته شلل لمين؟ من العصب الإبطي مسؤول عن أي عضلتين؟ يلي هن العضلة الدالية والمدورة الصغيرة. تفقد الفروع الجلدية الآن للعصب الإبطي وظيفتها بما فيها العصب العضدي الجلدي الوحشي العلوي، وهكذا يوجد فقدان للحس الجلدي فوق النصف السفلي للعضلة الدالية. تضمر العضلة الدالية المشلولة بسرعة فتصبح الأحدوبة تحتها مجسوسة بسهولة، وبما أنه لا يوجد سوى عضلة واحدة أخرى مسؤولة عن تبعيد الكتف اللي هي العضلة فوق الشوك، قلنا العضلة فوق الشوك، لازم نعمل مراجعة سريعة، العضلة فوق الشوك عن شو مسؤولة؟ راح نعطيكم دقيقة هيك الواحد بس يكتب لنا بس هيك من باب إنه نحن مساعدنا موجودين، ما زلنا موجودين في المحاضرة. العضلة فوق الشوك شو مسؤوليتها؟ تماما صحيح. إذا تبعيد الكتف، تبعيد الكتف بأول 15 درجة، صحيح الإجابة، تبعيد الكتف بأول 15 درجة. إذا معناته هذا التبعيد ما راح يكون كافي، وبالتالي هاي الحركة بتضعف بشكل كبير، وهذا يمكن تمييزه شلل عن شلل المدورة الصغيرة. تمام. إذا عم يقول لك تضعف بشكل كبير العضلة الدالية، وحركة التبعيد عندك بتقل كثير. أما شلل المدورة الصغيرة لا يمكن تمييزه سريريا. إذا شلل المدورة الصغيرة لا يمكن تمييزه سريريا. نرجع من عيد، إذا بنحب نرجع شوي إلى الخلف، قلنا أذية العصب الصدري الطويل، أذية العصب الصدري الطويل. الآن راح نطرح سؤال، أذية العصب الصدري الطويل يا شباب، العصب الصدري الطويل بينشأ من مين؟ من منطقة، سمي لي المنطقة، من منطقة العصب الصدري الطويل، منطقة الجذور، إذا منطقة الجذور ليس الجذوع أخي، منطقة الجذور C5 وC6 وC7، منطقة الجذور. إذا ينشأ العصب الصدري الطويل من منطقة الجذور اللي هي C5 وC6 وC7. تعصيب العضلي يعصب العضلي المنشاري الأمامي، مين بيقول شو مشغلة العضلة المنشارية الأمامية؟ إذا تثبيت لوح الكتف، تثبيت الزاوية الأنسية والحافة السفلية، أو تثبيت الحافة الأنسية عفوا والزاوية السفلية على الجدار الضلعي للكتف، تمام، للقفص الصدري أو للأضلاع. تمام صحيح، إجابات صحيحة للجميع، صحيح، يعطيكم العافية. نحن دائما عم نسأل هذه الأسئلة مشان نشوف إنه الناس موجودة معنا بالمحاضرة أم لا. تمام. لذلك يعاني المريض، قلنا، من صعوبة برفع ذراعه فوق رأسه، ما بيحسن يحط إيده فوق رأسه، وكذلك لن تتمكن الحافة الفقرية للوح الكتف وزاويته السفلية من الاحتفاظ بوضعية الانطباق الشديد على جدار الصدر، وهون بصير في عنا شيء اسمه الكتف المجنح. إذن الكتف المجنح. تمام. نرجع نقول العصب الإبطي الآن
بينشأ من مين العصب القبطي؟ العصب القبطي من مين بينشأ؟ بعت لكم صورة عشان ما حد يكون هيك، بس يكون مشان الواحد يتذكر. العصب القبطي صحيح من الحبل الخلفي، من الحبل الخلفي الذي يعصب الحبل الخلفي، تمام، C5 و C6. ممكن أن يصاب بوضعية العكاز، صحيح. ننتقل الآن إلى إصابة العصب الكعبري. الريديال نيرف يعطي في الأبط ثلاث فروع. يعطيك العصب العضد الجلد الخلفي، هذا بيعصب جلد مؤخر العضد وللأسفل حتى المرفق، تمام. بيعطي أيضا فرع للرأس الطويل للعضلة ثلاثية الرؤوس، وبيعطيك عصب إلى الرأس الأنثى للعضلة أيضا ثلاثية الرؤوس، تمام. نحكي شوية عموم. العصب الكعبري بالعموم وبالمطلق، أو إذا بتحب هيك تحفظها، بيعصب الناحية الخلفية للذراع والساعد، عضلات وجلد، تمام. هذا بالعموم. إذا العصب القبطي بشكل كامل، يعني أنه بيعصب يا أخي الناحية الخلفية للساعد والذراع، يعني العضد والساعد والعضلة، المنطقة العضلية والمنطقة الجلدية فيهم، تمام. تمام، هاي الناحية الخلفية يلي بيكون فيها بالمساكن الخلفية للذراع، بيكون في عنا عضلة واحدة يلي هي ثلاثية الرؤوس العضدية، تمام. يعطي في الثلم الحلزوني للعضد. الثلم الحلزوني خلينا نقول إذا يعني اسمي يعني علمي بحثي إنه الثلم الحلزوني، أنا حاطط لك هون شكل إنه هي موجودة بالثلث العلوي لعظم العضد. خلاص أنت حفظ إنه إذا كان مصيبة في الجزء العلوي للعضد، تمام، بهذه المنطقة بيعطيك أربع فروع على مستوى العضد اللي هن العصب العضدي الجلد الوحشي السفلي. عضدي جلدي وحشي سفلي بيعصب السطح الوحشي للعضد للأسفل حتى المرفق، تمام. إذا العصب العضدي الجلدي الوحشي السفلي على نفس الاسم بيعصب شو؟ السطح الوحشي للعضد للأسفل حتى المرفق، تمام. وفي عندك العصب الساعدي الجلدي الخلفي، هذا بيعصب الجلد أسفل منتصف مؤخرة الساعد حتى المعصم، إذا من تحت، إذا من تحت لشيء اسمه عصب، كله كعبري، يعني كله كعبري. يعني بكرة أنت لما تجيك إصابة الطبيب بيسمي لك إصابة في العصب الكعبري، ما بيجي عندك بها تفصيل، هذا بيقول لك أنه والله عصب عضد جلدي وحشي سفلي، إلا إذا كان عامل تخطيط عصب، يعني بيجي بيقول لك أنه والله كان كهربائي وكذا بالمكان الفلاني، إلا مشابه. في عنا عصب إلى الرأس الوحشي للعضلة ثلاثية الرؤوس، وفي عنا عصب إلى الرأس الأنثى للعضلة ثلاثية الرؤوس والعضلة المرفقية. يعطي في الحيز الأمامي للعضد أعلى اللقيم الوحشي ثلاث فروع. إذا اللقيم الوحشي، إذا بحب الواحد بس بيجي هون شوي لتحت، تمام، اللي بدي يعرف شو وين الأنثى وين الوحشي، هاي اللقيمة قلنا نحن نحكي عن الناحية الوحشية، عن اللقيمة الوحشية، هذه هنا اللقيمة الوحشية، تمام. يعطي في الحيز الأمامي للعضد أعلى اللقيمة الوحشية عصب إلى جزء صغير من العضلة العضدية، عصب إلى العضلة العضدية الكعبرية، وعصب إلى العضلة الباسطة الكعبرية الطويلة للرسوب، تمام. يعطي في الحفرة المرفقية، تمام، الفرع العميق للعصب الكعبري. اذا بصير هناك بيكون سطحي، هون بصير بس صار عند الحفره المرفقيه قلنا بصير اسمه العصب الكعبري. يعطي في الحفره المرفقيه الفرع العميق للعصب الكعبري، ويواصل سيره باسم العصب الكعبري السطحي. يعصب الان الفرع العميق العضلي الباسطه القصيرة للرسوخ، والعضلة الباسطة في الحفرة المرفقية،
وجميع العضلات الباسطة في الحيز الخلفي للساعد. كمان نعطي معلومة للعموم بشكل عام، أن العصب الكعبري بيعصب عضلات وعضلات وجلد، يعني حسة وعضلة، للناحية الخلفية للعضد والساعد. هاي الناحية الخلفية بالأساس هي شو؟ هي عضلات باسطة. تمام؟ إذا شغله باسط. تمام؟ إذا مسؤول عن العضلات الباسطة. قلنا الآن يعصب الفرع العميق العضلة الباسطة القصيرة للرسغ والعضلة الباسطة في الحفرة المرفقية وجميع العضلات الباسطة في الحيز الخلفي للساعد. الفرع السطحي هو عصب حسي يعصب الجلد فوق الجزء الوحشي لظهر اليد والسطح الظهري للأصابع الثلاثة ونصف الوحشية، دانيا من سرر الأظافر. تمام؟ يعصب عصب الزندة الجزء الأنثى من الظهر اليد والسطح الظهري للأصابع، يعني للخنصر ونصف البنصر، يعني للإصبع ونصف الأنثية. تكون الباحات الجلدية الدقيقة الموجودة على اليد والمعصبة بالعصبين الزندة والكعبري عرضة للتبدل. هذا مستوى رسم تشكيلي أو تعبيري. عصب كعبري، شو أعطانا في منطقة الإبط، شو أعطانا في منطقة الذراع العلوي، تمام، من ثلاثية الرؤوس، الرأس الطويل، أعطاك بالرأس الأنثى، عصب الرأس الوحشي للرؤوس، وعصب أيضا الرأس الأنثى ذات الرأسين أو ثلاثية الرؤوس. أعطى جزء قصير للعضلة العضدية، وأعطى العضلة الكعبرية والباسطة للرسغ، وأيضا أعطى فرع لمفصل المرفق. أعطاك في فرع اسمه الفرع العصب الساعدي الجلدي الخلفي، والعصب العضدي الجلدي الوحشي السفلي. تمام، هذا هون في منطقة شو قلنا، في منطقة العضد. مكان أذية العصب الكعبري بشكل شائع وين بتكون؟ بتكون في الإبط والعضد، يعني الذراع. إذا سمعت شفتوا كلمة ذراع، فأنا المقصود فيها كلمة عضد. تمام. أذية العصب الكعبري الآن في الإبط، يمكن أن يتأذى العصب الكعبري في الإبط نتيجة ضغط النهاية العلوية لعكاز موضوع بشكل سيء، يضغط نحو الأعلى ضمن الحفرة الإبطية، أو بسقوط السكير نائماً وذراعه مسنود فوق مسند كرسي. حاطط ايده هيك سكران الزلمه، فهون بيكون عرضه لاصابه شو؟ لاصابه العصب الكعبري في الحفره الابطيه او في الابط. يمكن ان يتاذى على نحو خطير في الابط كمان نتيجه شو؟ نتيجه كسور او خلوع النهايه الدانيه للعضد. عندما ينزاح العضد للأسفل في خلوع الكتف، فإن أيضا العصب الكعبري الذي يلتف حول ظهر جسم العضد ينسحب للأسفل، مما يمطط العصب في الإبط بشكل شديد. تمام؟ تمام. الموجودات السريرية الآن في إصابة العصب الكعبري في الإبط هي كالتالي: حركيا يحدث شلل في العضلات ثلاثية الرؤوس، مثل ما شفنا قلنا نحن هناك بيعطي فروع في منطقة الإبط أو في منطقة العضد، هناك بيعطيك فروع. لا طبعا الإصابة بالإبط، شو إجا دونا؟ شو إجا دونا؟ هذا كله أصيب. تمام؟ كل ما كانت الإصابة نحو الأسفل كلما كان تمايزها أكثر، يعني بتكون الإصابة أقل. كل ما نزلت الإصابة تجاه يعني المنبر العضد، إذا كانت بالمعصم العضلات المصابة أقل، إذا كانت بالقبض بتكون عضلات المصابة أوسع وأكبر. طلعنا لفوق بصير بمراحل الجذوع والقطاعات الجلدية والقطاعات، مرحلة القطاعات والبضعات. الموجودات السريرية الآن في إصابة العصب الكعبري في الأبط هي كالتالي: أول شيء يحدث شلل في العضلات ثلاثية الرؤوس والمرفقية والباسطة الطويلة للرسغ، يصبح المريض غير قادر على بسط مفصل المرفق ومفصل المعصم والأصابع،
يحدث تدلي الرسوخ أو عطف الرسوخ كنتيجة للفعل الغير المعاكس للعضلات العاطفية للرسوخ. تمام؟ الرسوخ ليكون في بده يكون عندك تساوي بمجموعة العضلات اللي يوصل للمرحلة هاي، بده يكون في عندك مجموعة من العضلات اللي بتبسطهم، تمام، والعضلات اللي بتعطفهم. تمام؟ الآن شلت العضلات الباسطة، تمام، يعني ما عاد في قدرة شيء يسحبه لفوق، صارت شو كله عم يسحب لتحت، فصار في عندك شيء اسمه تدلي الرسوخ، وهو عجز شديد لأن الشخص لا يستطيع عندها ثني أصابعه بقوة لكي يقبض على شيء بإحكام، إذ رسغه مثنيا بشكل كامل. جرب ذلك بنفسك الآن. أنت يا أخي امسك إيدك وعطوه في الرسوخ تبعك، جرب أخي اللي قاعد في البيت ما في مشكلة، جرب اثنين المعصم تبعك، عمل مثل ما أنا عامل، حاول تمسك شيء ما راح تخسر. تمام؟ حاول تمسك شيء، شوف أخي ثنينا الأصابع بالأساس، الأصابع إذا هم هيك بيكون أوضح، ثنيت المعصم، فقدرة الفقد أو المسك شو تفقد، قدرة القبض أو المسك الشيء أشياء تفقد مجرد ما أنا عطفت اليد، يعني متى ما صار في عندي شلل لا سمح الله لا قدر الله للجميع بعيد إن شاء الله، صار في شلل بالعضلات الخلفية للساعد، تمام، أو صار في عندي أذي بالعصب الكعبري، تمام، أو في منطقة معينة من الجسم، في منطقة معينة من الطرف العلوي، صار في عندي تدلي طرف نتيجة فقدان عمل العضلات الباسطة للمعصم أو للزن أو للرسوخ، تمام، فقدت هذه العضلات قدرتها على بسط المعصم، فأيضا ستفقد القدرة على مسك الأشياء. تمام. إذا أحدث بسط منفعل للمعصم والسلاميات الداني بمسكهم بواسطة اليد المقابلة في هذه الوضعية، وضعية البسط، تصاب أيضا. تمام، برجع بقول لك إياهم نعيدها إن شاء الله تعالى، بس هذه النقطة أساسية مهمة جدا. جرب صوت إيدك وحاول تمسك، راح تفقد عندك هذه الوضعية بشكل كامل. تمام. تصاب أيضا العضلتان العضدية الكعبورية والباسطة بالشلل، ولكن يبقى بسط الساعد. ولكن يبقى بسط الساعد بشكل جيد نتيجة فعل العضلي ذات الرأسين العضدية. الحس يحدث ضياع بسيط للحس الجلدة، لك هنا في حالة أشخاص عم يقل في يد القرد، ما بتطلع بالكوبري، يد القرد ما بتطلع بالكوبري. تمام، أنا نحكي عنها إن شاء الله في نحن جاي. الحس يحدث ضياع بسيط للحس الجلدة أسفل السطح الخلفي للجزء السفلي للعضد وأسفل شريط ضيق على ظهر الساعد. تمام، كما تتواجد أيضا باحة متبتلة من نقص الحس على القسم الوحشي لوين لظهر اليد وعلى سطح الظهر لجذور الأصابع الثلاثة ونصف الوحشية. باحة الزوال للحس القدر الكامل صغيرة نسبيا بسبب تداخل التعصيبات الحسية للأعصاب المجاورة، يعني حسيا هون بتكون باحته أخف. ليش؟ لأنه في عندك مجموعة أيضا من الأعصاب المحيطية اللي بيكون في عندها فروع جلدية بتعصب الذات المنطقة. تمام. أذيات العصب الكعبري في الثلم الحلزوني، تمام، يعني في الناحية العلوية للعضد، يمكن أن تأذى العصب الكعبري في الثلم الحلزوني للعضد في الوقت الذي يحدث فيه كسر جسم العضد أو يصاب بشكل تالي أثناء تشكل الدشبث العضلي، الدشبث العظمي،
يعني كان في عندك شيء مكسور، كان عضو مكسور، فصار في عندك تكلس في هذا الكسر، تشكل أيضا طبقة كبيرة من الديسبيث العضلي، ممكن أيضا أن تضغط هذه على العصب الكعبري. كما أنه من المعروف أيضا أن انضغاط ظهر العضد على حافة طاولة العمليات، يعني في عندك مريض فاقد للوعي حاطه على طاولة عمليات أنت وتارك عضده على حافة الطاولة، فهو أيضا بيؤدي إلى أذية العصب الكعبري في هذا المكان اللي هو الثلم الحلزوني. ويؤدي غالبا التطبيق المطول أيضا إذا كنت أنت عامل رابط عصابي هيك، يعني رابط لك رباط أو رابط إشارة مدرب تبعك كنادي كرة قدم، أو كان في حدا عم يركب لك شيروم ونسى الرباط او العاصبه موجوده على المكان او في على عضله ثلاثيه الرؤوس، ممكن ان يؤدي ايضا الى اذيه العصب الكعبري في هذه المنطقه. تمام، طبعا الشخص بيكون عضلته هي ثلاثيه الرؤوس عضله ضعيفه هزيله، ما بيكون واحد مبني عضلي عباني عضلي، ما بصير عنده ان شاء الله تعالى اذيه للعصب الكعبري في الثلم الحلزوني. الموجودات السريرية الآن لإصابة العصب الكعبري في الثلم الحلزوني هي كالتالي: تحدث إصابة العصب الكعبري بشكل أكثر شيوعاً. تمام أخواتي، في هون أشخاص عم يطلبوا استراحة، راح نعطي استراحة إن شاء الله تعالى لمدة دقيقتين، نعود بعدها إن شاء الله تعالى ونعيد على أذيات العصب الكعبري في الثلم الحلزوني. استراحة لمدة دقيقتين إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع من عيد أذيات العصب الكعبري في الثلم الحلزوني. نعود أخواني إلى أذيات العصب الكعبري في الثلم الحلزوني. يمكن أن يتأذى العصب الكعبري مثل ما قلنا سابقا في الثلم الحلزوني للعضد، يعني وين في الناحية العلوية للعضد. إمتى بصير هذا الحكيمي؟ لما بصير في عندنا كسر في جسم العضد، أو أنه يصاب بشكل تالي أثناء تشكل الدشبيث اللي قلنا اللي هو عند التحام الكسر. تمام، كما انه من المعروف ايضا انه بينضغط ظهر العضد على حافه طاوله العمليات لدى المريض الفاقد للوعي، يمكن ان يؤدي الى اذيه العصب في هذا المكان. قلنا يمكن، الاخ اللي سالته وين انه هل في شلل تام؟ اخي الكريم، انت ما فيك تحكم انه في شلل تام لحتى يكون في عندك المنطقة أو يقوم بإنجاز أو القيام بتخطيط أعصاب، هذه من الناحية كونه مريض فاقد للوعي. ونحن عم نحكي عن أذيات، ما عم نحكي عن أذيات تامة، نحن عم نحكي عن أنه ممكن يتأذى العصب في هذه المنطقة. تمام؟ طبعا بتبقى حسب المدة ووزن الطرف تماما، مثل ما عم نحكي هون الأخ عبد الرحمن. أخي الكريم، هي بتعتمد على المدة الزمنية اللي كان هو فيها فاقد للوضع للوعي. اصلا بالاساس انه هو طاوله عمليات، يعني ما راح يكون وجوده تحت اكثر من 3 ساعات، يعني او اقل، ممكن يكون اقل من ذلك. اذا لكن انه احيانا وجود هذا الانضغاط بيكون عندك العضله ثلاثيه الرؤوس بالاساس هي عضله ضعيفه يعني او عضله هزيله لحتى تاثر عندك العصب الكعبري في هذه المنطقه. كذلك الأمر بالنسبة للعصابة المربوطة على الذراع، إذا ما كانت العضلة الثلاثية الرؤوس هي عضلة هزيلة وعضلة ضعيفة، فما راح يكون في عندك شلل بالعصب الكعبري. يعني الإنسان صاحب البنية الرياضية، صاحب البنية القوية، إذا حطيت له عصابة موجودة هون فما بتعمل أذية للعصب الكعبري. لكن إذا كان هزيلا، إذا كان هنا العضلة هزيلة، ممكن أن تؤدي إلى أذية العصب الكعبري. الموجودات السريرية الآن لإصابة العصب الكعبري في الثلم الحلزوني هي كالتالي: تمام، تحدث إصابة العصب الكعبري بشكل أكثر شيوعا في الجزء القاصي للثلم الحلزوني بعد أعصاب ثلاثية الرؤوس والمرفقية وبعد منشأ الأعصاب الجلدية. الحركة: يصبح المريض غير قادر على بسط رسوم وأصابعه، كما يحدث عند تدلي الرسوب اللي هو هبوط الرسوب. الحس: يوجد فقد الحس خدر في باحة صغيرة متبدلة على السطح الظهري، مثل ما أنا شايفين هون على السطح الظهري لليد
والأصاب والظهر اليد والسطح الظهري لجذور الأصابع، جذور الأصابع ونصف الوحشي. إذا 1، 2، 3 ونصف الرابع، تمام؟ بالإضافة إلى هذه المنطقة مشقة المجرحين أيضا للكوعبري. الآن مثل ما قلنا شايفين إنه الأصبع 2 و3 ونصف الرابع هذول لون أبيض، هذول تعصيب من أي عصب؟ سؤال الآن هيك بس لتحريك الجو، من أي عصب؟ لا أخي عبد الرحمن خطأ أخ. تمام الأخ أسامة صحيح، إذا مضبوط إخواني. الآن بدأت تأتي الإجابات الصحيحة، هي بتكون قلنا هذه من العصب النصف، تمام بيكون من العصب النصف. إذا العلامة المميزة الآن لإصابة العصب الكعبري، إذا حبينا نسأل هيك سؤال، العلامة المميزة لإصابة العصب الكعبري اللي هو هبوط الرسوب، طبعا اذا كانت الاصابه في مستوى الثلث الحلزوني، يعني الجزء العلوي من العضد. اذيات الفرع العميق للعصب الكعبري، الفرع العميق للعصب الكعبري هو عصب محرك للعضلات الباسطه في الحيز الخلفي للساعد، هذا ممكن يتاذى في كسور النهايه الدانيه للكعبره او اثناء خلع راس الكعبره. اذا سمعني بكسور الكوليس، يعني هاي بيكون في عندك بيكون في عندك ممكن يتأذى في عندك العصب الكعبري، إذا كانت الكسور شديدة يعني ممكن يتأذى. إذا ممكن أن يتأذى في كسور النهاية الداني، عفوا القاسي الكوليس، يمكن أن يتأذى في كسور النهاية الداني يعني النهاية القريبة للكعبرة أو أثناء خلع رأس الكعبرة. عفوا إخواني بس مشان تصحيح، كسور الكوليس بتكون بالنهاية القاسية يعني بالنهاية البعيدة للكعبرة وليس في النهاية الدانية. يمكن أن يتأذى في كسور النهاية الداني للكعبرة أو أثناء خلع رأس الكعبرة، تمام. لا يتأذى تعصيب العضلتين الباسطة والباسطة الكعبرية الطويلة للرسوب، كون العضلة الأخيرة قوية فإنها ستحافظ على مفصل الرسوب بوضعية البسط، وبالتالي لن يحدث تدلي للرسوب. إذا في حال إصابة الفرع العميق ما بيكون في عندنا تدلي للرسوغ، ليش؟ لأنه العضلة الباسطة الكعبورية الطويلة للرسوغ، يعني باسطة الرسوغ الكعبورية الطويلة، هذه بتكون قوية وبالتالي ما بتخلي مفصل المرفق، مفصل المعصم أو الرسوغ إنه يتدلى إنه يهبط يعني. أيضا في عندك إصابة الفرع العميق، قلنا هو فرع بالأساس فرع محرك، وبالتالي ما بصير في عندنا أي فقد حسي، ما بصير أي فقد حسي. إذا نرجع للقليل قليلا نرجع قليلا إلى الخلف، هبوط الرسوب، إذا كانت هبوط الرسوب إذا كان مستوى الإصابة وين؟ هبوط الرسوب إذا كان مستوى الإصابة وين؟ يا جماعة هبوط الرسوب، تمام، إذا كان مستوى الإصابة تمام في الإبط أو في الثلم الإبطي أو في الناحية العلوية أو في الثلم العضدي أو في الناحية العلوية للعضد، إجابتكم صحيحة، إذا الناس ما زالت موجودة. تمام، إذا بصير في عندك تدلي لليد في حال كانت الإصابة علوية إما في الإبط أو في الثلم الحلزوني للعضد. طيب في ناحية الإصابة العميقة شو بصير في عندنا؟ ما بصير في عندنا أذية يعني ما بصير في عندنا هبوط للرسوغ، ليش؟ بسبب قوة العضلة باسطة الرسوغ الكعبورية الطويلة. وما بصير في عندنا فقد حسي، ليش؟ لأنه بالأساس الفرع العميق هو فرع عصب محرك، يعني هو عصب محرك. إذا نقطتين أساسيتين مهمتين جدا كانت في هذا العصب الكعبوري، إنه إذا كان المستوى أعلى يعني إذا كان بالمستوى السطحي، إذا كان عندك بالأبط وب الناحية العلوية للعضد اللي هي بالثلم الحلزوني، بصير في عندنا تدلي للرسوب أو هبوط يد مثل ما بيسموه الناس. في الفرع العميق اللي هو بيكون بيعصب العضلات الناحية الجدار الخلفي للساعد، بيكون ما بيكون في عندنا تدلي رسوب، ليش؟ لأنه بتكون باسطة الرسوب الكعبورية الطويلة بتكون قوية بما فيها الكفاية لأنه تمنع تدلي الرسوب.
وايضا في الفرع العميق، اديات الفرع العميق ما بصير عندنا فقط حسي، لان الفرع العميق هو عصب محرك. طيب اديات العصب الكعبري السطحي، قطع العصب الكعبري السطحي هو عصب حسي، تمام، كما يحدث في الجروح الطاعنه، يؤدي لفقدان الحس في باحه صغيره متبدله، وين؟ فوق ظهر اليد وسطوح الظهريه لجذور الاصابع الثلاثي ونصف الوحشيه، يعني واحد واثنين وثلاثه ونصف الرابع، تمام. تمام، نجي هلا عند العصب العضلي الجلدي. العصب العضلي الجلدي اولا هو من النادر ان يتاذى، ليش؟ لانه وضعه محمي، بيكون تحت العضلي ذات الراس العضدي، بيكون تحت البايسبس، فإلا اذا شيء قطع البايسبس ممكن انه يتاذى شو عندنا العصب العضلي الجلدي. الحركي هلا اذا تاذى بيؤدي لشلل شو عن اي عضلات؟ شو بيعصب هو العضلات اللي بيعصبها؟ هو بيعصب ذات الراسين العضدي، وبيعصب الغرابيه العضديه، وبيعصب العضلي العضدي، تمام. طيب هو بيعصب، اذا صار في شلل لهذا العصب او اذيه لهذا العصب، فبصير في عنا شلل بعضلتين، هي ذات الراسين العضدي والغرابيه العضديه. اما العضلي العضديه فبصير فيها ضعف. ليش بصير فيها ضعف؟ لانه اصلا هي الى تعصيب اخر بيجي من العصب الكعبري، تمام. قلنا اذا بتتذكروا اللي حكينا عنها، قلنا انه هي عاطفه ثانويه، تذكروا هي عاطفه ثانويه. ينجم بالتالي ثني الساعد عند مفصل المرفق، تمام، كما تبقى من عما تبقى. بالتالي ينجم بالتالي ثني الساعد عند مفصل المرفق، يعني اذا صار في ما قلنا نحن شل هدول العضلات هي مسؤوله عن ثني الساعد، تمام، لكن الثني ما بيروح بشكل تام، بيظل في عندي ثني موجود بسبب تاثير العضلي العضدي، تمام، وبتاثير العضلات القابضه للساعد، تمام. شوف هلا انا وقت عم بحكي انا عن الاعصاب، شو لاحظوا انتم اخواتي لما عم بحكي انا عن اعصاب محيطيه، فعم يصير في عندي، عم اقول لك انه اذا انقطع بروح، اذا صار في عندي اذيه بمثلا بالعصب العضلي الجلدي، الحركه الكامله ما بتروح، بيضل في حركه. ليش؟ لانه العضله العضديه مثلا اخذ عصيبه من الكعبره، وفي عندك عضلات قابضه للساعد، تمام. اما اذا كان مستوى الاصابه اعلى، يعني صرنا عند المستويات عند القطاعات الجلدي او قطع او بضاعات العضليه، يعني رجعنا لورا على منطقه الجذوع والجذور، فبتكون عندك هذه المجموعه العضليه بالكامل مصابه، تمام. هذا اللي كنا عم نقصده نحن في بدايه المحاضره. الان عندما يكون الساعد في وضعيه الكب، تساعد العضلتان الباسطه الكعبريه الطويله للرسوب والعضله العضديه الكعبريه في ثني الساعد. لما بيكون الساعد بوضعيه الكب، يعني إذا كان في عندك إصابة بالعصب العضلي الجلدي، لا تجرب تعمل العطف بوضعية الكب. ليش؟ لأنه هون في عندك عضلات مساعدة بالأساس اللي ما راح تعرف تميز، فخلي إما بوضعية الحياد بيكون في عندك عضلة عضدية غرابية، وإما في وضعية الاسترخاء بيكون في عندك العضلة ذات الرأس، تمام. إذا عندما يكون الساعد في وضعية الكب، تساعد العضلتان الباسطة الكعبري طويل الرسوب والعضدية الكعبري شون في ثني الساعد، تمام. حسيا يتواجد ايضا فقدان للحس على طول الجانب الوحشي للساعد، يتواجد ايضا فقدان للحس على طول الجانب الوحشي للساعد. يمكن للجروح او تمزقات الساعد ان تقطع العصب الساعدي الجلدي الوحشي، وهو استمراري للعصب العضلي الجلدي بعد الحفره المرفقيه، مؤدي لفقدان حس على امتداد الجانب الوحشي للساعد. على اليسار في عنا شكل ترسيمه لمسير العصب العضلي الجلدي في الأبط بعصب العضلي العضدي الغرابي، وقلنا في الذراع العلوي او في العضد بيعصب ذات الرأسين والجزء الاكبر من العضله العضديه، بالاضافه الى فرع بيروح للالبو جوينت الى مفصل المرفق. بالساعد بيعطيك اسمه العصب الساعد الجلدي الوحشي وينتهي في اليد، تمام. مثل ما شايفين هذا الشكل ترسيمه واضح لمسير العصب العضلي الجلدي في الأبط والذراع العلوي والساعد.
مثل ما شفتي، إذا كان مستوى الإصابة هو في الإبط، فجميع هذه العضلات لا تحت هيك ستكون مصابة أو ستصاب بالشلل. تمام، كلما في العضد ما عندك الإصابة في منطقة العضد، إذا كان هون مثلا على آخر شيء على أول الساعد أو في الجزء السفلي جدا من العضد، فبيصير عندك الإصابة في على المستوى الجلدي. تمام، عصب الساعد الجلدي الوحشي. تمام، الآن نجي لعند العصب المتوسط. العصب المتوسط أو الميديال نيرف أو العصب الناصف، أول شيء لا يعطي العصب المتوسط اللي بينشأ قلنا منين؟ من الحبلين الأنثوي والوحشي للضفيرة العضدية، ما بيعطي أي فروع، ما عنده فروع أبدا، سواء كانت جلدية أو حركية، ما عنده فروع لا جلدي ولا حركي في الإبط أو العضد. تمام، بينزل مباشرة بيعطي عاد فروعه للعضلات وين؟ في منطقة الساعد. تمام، إذا هاي فكرة لازم تكون موجودة عند الجميع، إنه العصب المتوسط بالإبط وبالذراع أو بالعضد يعني ما عنده أي فروع لا حسية تمام ولا حركية، الفرع الوحيد اللي بيعطيه هو للشريان العضدي بس. الآن وفي الثلث العلوي الداني، يعني الثلث العلوي القريب لمقدم الساعد، في عنده فروع غير مسمات أو عبر فروعه بين العظمين الأماميين اللي هو العظمين اللي هن الكعبرة والزند، بصير اسمه الفرع بين العظمين الأمامي، بيعصب جميع عضلات المسكن الأمامي للساعد ما عدا، إذا بتذكروا صرنا قايلين كثير هيك كلمة ما عدا العضلي القابض الزنديه للرسغ والنصف الأنثوي القابض العميق للأصابع، هدول بياخذوا تعصيب من مين؟ من العصب الزندي. تمام، الآن في الثلث السفلي القاصي للساعد بيعطي الفرع الجلدي الراحي الذي يعبر أمام قيد القابضات ويعصب جلد النصف الأنثى الوحشي لراحة اليد. تمام، ويعصب جلد النصف الوحشي لراحة اليد. تمام، يعصب العصب المتوسط في راحة اليد عضلات الرانفي، عضلات الرانفي المتعلقة وين؟ هذول الرانفي المتعلقات بالإبهام، المتعلقات بالإبهام. تمام، اللي هي بسموها أيضا في بعض كتب التشريح إلية اليد. تمام، أو الثينر. تمام، يعصب العصب المتوسط في راحة اليد عضلات الرانفي إلية اليد والعضلتان الخراطينيتان الأولى والثانية، ويعطي تعصيبا حسيا لجلد الوجه الراحل للأصابع الثلاثة ونصف الوحشي بما فيها سرور الأظافر على ظهر الأصابع. تمام، نرجع بنعيد، العصب المتوسط في راحة اليد يعصب عضلات الرانفي اللي اسمها إلية اليد، هذول العضلات متعلقين بالإبهام. تمام، متعلقين وين؟ بالإبهام. والعضلتان الخراطينيتان الأولى والثانية يعني الوحشيتين. تمام، ويعطي تعصيبا حسيا لجلد الوجه الراحي للأصابع اللي فرجتكم رسمتها تول، الوجه الراحي ما الوجه الظهري، وجه الراحي الظهر اليمين، الظهر قلنا للكعبري، الراحي اليمين الراحي للعصب الناصف بالإضافة لشرر الأظافر الموجودة على ظهر الأصابع. من وجهة نظر الآن سريرية، يتأذى العصب الناصف أحيانا ناحية المرفق وين؟ في كسور العضد فوق اللقمتين، فوق اللقمتين بصير في عندك كمان أذية للعصب الناصف. من الأشياء أن يتأذى بالجروح الطاعنة، من وجهة نظر سريرية يتأذى العصب الناصف أحيانا ناحية المرفق في كسور العضد فوق اللقمتين. من الأشياء أن يتأذى بالجروح الطاعنة أو بالزجاج المكسور أعلى يعني دانيا من قيد الباسطات مباشرة، حيث يقع هذا الحيز بين أوتار القابضة الكعبرية للرسغ والقابضة السطحية للأصابع وتتراكب فوقه الراحية الطويلة، أي يقع تحت الراحية الطويلة.
الموجودات السريرية في إصابة العصب الناصف هي كالتالي: أذية العصب المتوسط في المرفق، تمام؟ عندنا بالحركة حركيا ستصاب بالشلل العضلات الكابية للساعد والعضلات القابضة الطويلة للرسغ والأصابع ما عدا القابضة الزندية للرسغ والنصف الأنسي للقابضة العميقة للأصابع. النتيجة اللي بدنا تكون من هالإصابة العضلات هاي بالشلل، الساعد راح يبقى بوضعية البسط، راح يصبح ثاني المعصم ضعيفا ومترافقا بحركة تقريب، ينجم الانحراف الأخير عن شلل القابضة الكعبورية للرسغ وقوة القابضة الزندية للرسغ والنصف الأنسي للقابضة العميقة للأصابع. إذا ليش بصير في عندك انحراف؟ لأنه هاي الأعصاب شو؟ لأنه مترافقة بحركة تقريب، ينجم الانحراف الأخير، لكن أنا بحكي عنه عن شلل القابضة الكعبورية للرسغ والقابضة الزندية للرسغ والنصف الأنسي للقابضة العميقة للأصابع. لا يمكن ثني المفاصل بين السلاميات السبابة والوسطى، على الرغم من أنه يمكن إجراء ثني للمفاصل الصنعية لهذين الإصبعين بفعل العضلات بين العظام، عضلات بين العظام ما كان فيها أي إصابة، وبالتالي راح يكون في عندنا إجراء ثني للمفاصل الصنعية السلامي لهذين الإصبعين، لكن لا يمكن ثنيهما على الرغم من ذلك. تمام. إذا أذيته في المرفق، المرفق مثل ما احنا شايفين احنا بالرسم، برسمة الترسيم المجاور على اليسار، عم يقول لك هو بيعصب عضلات الكعب للساعد والعضلات القابضة الطويلة للرسغ والأصابع ما عدا القابضة الزندية للرسغ ونصف الأنسة للقابضة العميقة للأصابع، تمام؟ الآن الساعد، قلنا النتيجة الساعد راح يبقى بوضعية البسط ويصبح ثني المعصم ضعيف ومترافقا بحركة تقريب، ينجم الانحراف الأخير عن شلل القابضة الكعبورية للرسغ وقوة القابضة الزندية للرسغ والنصف الأنسي للقابضة العميقة للأصابع. الآن لا يمكن ثني المفاصل بين السلاميات للسبابة والوسطى، السلاميات، تمام؟ لا يمكن ثني المفاصل بين السلاميات، يعني السلامية الثانية، تمام؟ يعني المفصل هذا المفصل الأوسط، تمام؟ لا يمكن ثني المفاصل بين السلاميات للسبابة والوسطى على الرغم من أنه يمكن إجراء ثني للمفاصل الصنعية السلامية للأمشاط لهذين الإصبعين، بيكون موجود بفعل العضلات بين العظام. الآن عندما يحاول المريض إجراء قبضة تميل السبابة وبدرجة أصغر أو أقل الإصبع الوسطى لأن تبقيان مستقيمان بينما يكون الخنصر والبنصر مثنيين، يعني عندك المريض بيحاول يقبض إيده فالسبابة والإصبع الوسطى ما بينثنوا على الأخير لكن بيميلوا لأنه يبقوا شو مستقيمين، بينما الخنصر والبنصر بينثنوا، ومع ذلك يكون الإصبعان الأخيرين ضعيفين. ليش؟ بسبب فقدان عمل القابضة السطحية للأصابع، تمام؟ يزول ثني السلامية الانتهائية الآن للإبهام بسبب شلل قابضة الإبهام الطويلة. تصاب عضلات الرانفة، قلنا العضلات المتعلقة بالإبهام يعني اللي هي اليد، بالشلل والضمور مما يؤدي إلى تسطح البارزة، يعني هاي اللي هون هذا الانتفاخ الموجود عند الإبهام، تمام؟ هذا بيصيبه بنوع من التسطح. يكون الإبهام بوضعية الدوران الوحشي والتقريب، تمام؟ وهكذا تبدو اليد مسطحة مشابهة ليد القرد، تمام؟ مشابهة ليد القرد. الحس، يفقد الحس الجلدي فوق، مثل ما حكينا هلا نحكي عنه مشابه لباقي اذيات الاعصاب الاخرى، انه الحس يفقد الحس الجلدي فوق نصف الوحشه
أو أقل فوق النصف الوحشي أو أقل من راحة اليد وفوق الوجوه الراحية للأصابع الثلاثة ونصف الوحشي. تمام؟ هذول يعني الثلاثة، يعني واحد اللي هو الإبهام والسبابي والوسطى ونصف البنصر. الباحة التي نعرف فيها الحس كليا تكون أقل بشكل معتبر بسبب التداخلات قلنا للأعصاب المتجاورة. هلا في عنا تبدلات محركة وعائية على مستوى الأوعية. الباحات الجلدية المصابة بفقد الحس بتكون أكثر دفئا وجفافا من المناطق الطبيعية، بتكون دافية وجافة، وهذا يعود لتوسع الشرياني وغياب التعرق الناجمين عن فقدان التحكم الودي. بالتبدلات الاغتذائية أو الاستقلابية، في الحالات القديمة العهد توجد تبدلات في اليد والأصابع، إذ يكون الجلد جافاً، يكون الجلد جاف ومحرشف والأظافر سهل التكسر، ويتواجد أيضاً ضمور في لب الأصابع. تمام؟ تلاقي أن الإيد أصغر من الإيد المقابلة. الآن أذية العصب الناصف عند الرسوخ. الحركة تصاب عضلات الرانفي، برجع بقول لك عضلات الرانفي الثينر، تمام، اللي هي عضلات الإلية اليد، بالشلل، طبعا وهي العضلات المتعلقة بالإبهام، بالشلل والضمور، فتصبح البارزة مسطحة ويأخذ الإبهام وضعية التقريب والدوران الوحشي. تبدو اليد مسطحة شبيهة بيد القرد، وتكون حركة مقابلة الإبهام غير ممكنة. مقابلة الإبهام هي من عضلات الرانفي. تصاب بالعضلتان الخراطينيتان الأولى والثانية، الأولى والثانية بالشلل، ويمكن إظهار هذا الشلل سريريا بأن نطلب من المريض إطباق قبضته ببطء. عندها يميل إصبع السبابة والوسطى للتأخر خلف إصبعي الخنصر والبنصر. قل له للمريض سكر إيدك، فإصبع السبابة والبنصر بتأخروا وراء الخنصر والبصر، مثل الخنصر والبصر هذول بتأخروا شوي، فهي اللي بتشكل معك إيد القرد. التبدلات الحسية والمحركة الوعائية والإغذائية، هذه التبدلات مطابقة لتلك التي تحدث في أذيات المرفق، وربما العجز الأكثر خطورة بين كل إصابات العصب الناصف هو القدرة على مقابلة الإبهام مع الأصابع الأخرى وفقدان الحس فوق الأصابع الوحشية، والفعل الكماش الدقيق لليد لا يعود ممكنا عندها. يعني إنه إيدك تشيل ما عاد في إمكانية، يعني هالتكويب ما عاد في إمكانية، تكوب الأصابع ما عاد في إمكانية لا تشيل شيء أبدا. تمام. الآن في عنا سيندروم أو متلازمة أساسية أو متلازمة مترافقة مع العصب الرسغي، مع العصب الناصف. تمام، في عنا متلازمة مترافقة. كلما قلنا هناك في أذية بالعصب الناصف، فأول شغلة بيخطر في بالنا أنه في عنا متلازمة مرتبطة به، وهي متلازمة النفق الرسغي. طبعا برجع بقول لك أنه راح نحكي هلأ عم نحكي بشكل عام. أخوان اللي فتح المايك بس يرزقكم. تمام. قلنا طبعا أخوان هلأ عم نحكي نحن بشكل عام، ما قربنا على التشخيص، ما قربنا على الاختبارات اللي ممكن نصيبها، لحتى أيضا كل مكان إصابي هون في له اختبار. تمام، في اختبار موجود لكل عصب من هذه الأعصاب، هل هو مصاب في أي منطقة وفي أي، وشو هي تظاهرات أو التظاهرات السريرية اللي بتطلع معنا. هاي إن شاء الله تعالى تظاهرات سريرية اللي عم يسأل كيف بنميز بيناتها، إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة راح نعمل الاختبارات ونشوف شو بيكون الاختبار اللي ممكن يبين لنا ليحدد نوع الإصابة أو ليحدد نوع العصب المصاب. تمام؟ يعني العصب الإبطي في له اختبارات، العصب الكعبري في له اختبارات، وهكذا في عنا اختبارات له، بالإضافة له في له تقايم ممكن إن شاء الله تعالى في الجلسات القادمة نحكي عنها بتوسع.
الآن المتلازمة المرتبطة بالعصب الناصف أو بالعصب المتوسط في عندنا هي متلازمة النفق الرسغي. متلازمة النفق الرسغي، أول شيء النفق الرسغي وين بتشكل؟ بتشكل بالسطح الأمامي المقعر لعظام الرسغ، تمام؟ الذي يغلقه، يعني يسكر عليه قيد العاطفات أو قيد المثنيات. الآن طبعاً موجود هون، تمام؟ تنحشر فيه وبشكل محكم أوتار عاطفات الأصابع الطويلة مع الأغماد الزليلية المحيطة بها، وبالإضافة إلى وجود العصب الناصف، تمام؟ الآن المتلازمة بتتألف سريرياً من ألم حارق وحس أبر والدبابيس على امتداد توزع العصب الناصف، تمام؟ يعني وبيروح على الأصابع الثلاثة ونص الوحشية وضاف في عضلات بارزة اليد، بارزة الإلي أو بارزة الرانفة، تمام؟ تنجم المتلازمة مثل ما حكينا هي مرتبطة بالعصب الناصف، معناتها عندك العصب الناصف انضغط بالضمن النفق. هلق تحديد السبب الرئيسي والدقيق لسبب الانضغاط هو صعب، ولكن يعتقد أنه تثخن العصب المتوسط ضمن النفق للأوتار المثنية، تمام، أو التبدلات الرثوية في عظام الرسغ هي المسؤولة في كثير من الحالات. كما هو المتوقع، ما لن يحدث تشوش حس، تشوش حس يسموه مذل، فوق بارزة الإليا، لأن هذه الباحة من الجهاز تتعصب بالفرع الراحي، تمام، ان هاي الباحه من الجهه تتعصب او من الجانب تتعصب بالفرع الراحي للعصب الناصف الذي يمر سطحيا بالنسبه لقيد العاطفات اي فوق، تمام، الامور واضحه. اذا السبب الرئيسي لهي المتلازمه ما له معروف، لكن بيعتقد انه العصب بيثخن هون ضمن النفق الاوتار، ضمن النفق للاوتار المثنيه اللي بتضغط هي او نتيجه تبدلات رثويه في العظام الرسغ بتكون مسؤولة بشكل كبير عن إصابة العصب الناصف أو عن انضغاط العصب الناصف في هذه المنطقة. ما بصير في عندك تشوش حس، تمام، لأنه بتأخذ تعصيبا من الفرع الراحي للعصب الناصف يلي بمر سطحيا بالنسبة لقيد العاطفات. تزول هذه الحالة بإزالة الضغط ضمن النفق بإجراء شق طولاني عبر مثنيات، عبر قيد المثنيات. هذا ما هو اختصاصنا، طبعا هذا اختصاص الطبيب الجراح. الآن بس هيك عود إلى الخلف قليلا، الآن عود إلى الخلف قليلا. العصب الكعبري، تمام، العصب الكعبري في الإصابات في منطقة الأبط وفي منطقة العلوية للعضد في عنا علامة مميزة اللي هي علامة هبوط اليد، قلنا الفرع العميق ما بيكون في عنا علامة مميزة يتم الكشف عنها بواسطة التخطيط العصبي، تمام، تخطيط الأعصاب. الفرع العميق ما بيكون في عندك تدلي يد، وما بيكون في عندك تشويش حسي، أو بيكون في عندك أذية على مستوى الحس. ليش؟ لأنه هو بالأساس عصب محرك. نجي لعند العصب الناصف. العصب الناصف في عنده علامة مميزة اللي هي قلنا يد القرد، تمام، اللي هي يد القرد، بيكون في عندنا وشاشة حسية، وفي عندنا متلازمة مرتبطة بالعصب الناصف اللي هي متلازمة النفق الرسغي. وقلنا أن السبب الرئيسي لمتلازمة النفق الرسغي سبب غير معروف، لكن انه العضلات او الاوتار الموجوده بالقرب من هذا العصب في النفق الرسغي ممكن انه، او الاذيه الرثويه ممكن انه تضغط على العصب. بالنفق الرسغي ما بيكون في تشويش حس فوق بارزه الالي، يعني ما بيكون في عندك هون اسفل الابهام، ما بيكون في عندك هون وشاشه حسيه، بيكون في عندنا خدر وتنميل. اي نعم، وجود خدر وتنميل على امتداد توزع العصب الناصف في الأصابع الثلاثة ونصف الوحشية، تمام، وبيكون في عنا ضعف في عضلات بارزة الإلي أو العضلات الرانفية المتعلقة بالإبهام. ننتقل الآن إلى العصب الزندي. العصب الزندي كذلك الأمر كما هو في العصب الناصف، لا يعطي العصب الزندي أي فروع جلدي أو حركي في الإبط أو العضد، اللهم تلك الفرع الذي يأتي فقط إلى مفصل المرفق، تمام، للمفصل. بالغالب بيكون إصابة العصب الزندي والعصب الناصف إصابة مشتركة، وقد تتشابه على الفحص، تتشابه بالفحص، يعني عرفت كيف؟
بيكون بتضيع اللي عم يفحص. لا يعطي العصب الزندي الذي ينشأ من الحبل الأنثوي للضفيرة العضدية C8 و T1 فروع جلدية أو حركية في الإبط أو العضد، وعند دخوله للساعد من خلف اللقيمة الأنثية يعصب العاطف الزندية للرسغ والنصف الأنثى للعاطف العميقة للأصابع. يعصب الفرع الجلدي الراحل الجلد فوق بارزة الضرة. وين بارزة الضرة؟ يا شباب وين بارزة الضرة؟ الهيبوثاندر وين يا شباب؟ الهيبوثينار وين يا شباب؟ بارزة الضرة وين؟ تماما الناحيه الانسيه لليد، يعني اللي موجوده هي اسفل الخنصر. تمام، هذه هي الضره، هذا هون الانتفاخ الخفيف اللي موجود في راحه اليد من الناحيه الانسيه. صحيح، بس نحن حبينا دائما نقول طرح الاسئله بس لا حتى يكون الاسئله في المحاضره فيها اخذ ورد. تمام، اذا على دخول الساعد او يعصب الفرع الجلدي الراحل الجلد فوق بارزة الضرة ويعصب الفرع الجلدي الخلفي الجلد فوق الثلث الأنثى لظهر اليد والإصبع ونصف الأنثيين، الإصبع ونصف الأنثيين يعني الخنصر ونصف البنصر. تمام، حالما يدخل الفرع السطحي للعصب الزندي راحة اليد بعبوره أمام العاطفات فإنه يعصب جلد السطح الراحي للإصبع ونصف بما فيها سرور الأظافر. يعني العصب الزندي بيعصب الخنصر ونص البنصر من الوجه الراحي ووجه الظهر بما فيها سرور الأظافر. قلنا الباقي الأصابع باقي الأصابع قلنا الوجه باقي المنطقة يعني واحد واثنين وثلاثة ونص الرابع الوجه الراحي للعصب الناصف، الوجه الظهري للعصب الكعبري، لكن سرور الأظافر بيعصبها مين؟ يعني الناحية الظهرية لسرور الأظافر الأصابع بتكون أيضا للعصب الناصف. هاي للتمييز للجميع إن شاء الله تعالى في نهاية المحاضرة رح نعمل تذكير فيهم. كما يعصب العضلة الراحية القصيرة، يعصب الفرع العميق جميع العضلات الصغيرة لليد ما عدا عضلات بارزة الإلي. تأخذ تعصيبها منين بارزة الإلي؟ هاتوا نشوف يا شباب، بارزة الإلي يعني عضلات الرانفة المتعلقة بالإبهام اللي مقابلة الإبهام واحدة منهم. تمام، شو بعصب؟ من اي عصب تاخذ تعصيبها؟ تمام، اذا من العصب الناصف. مزبوط، يعصب الفرع العميق جميع العضلات صغيره اليد ما عدا العضلات بارزه الاليين والعضلتان الخراطينيتان الاولى والثانيه التي تعصب العصب الناصف. انا بكفيها بعد. تمام، اكثر ما يصاب العصب الزندي عند المرفق حيث يتوضع خلف اللقيمه الانسيه، وعند المعصم حيث يتوضع امام قيد العاطفات. انت احيانا بيكون الواحد هيك سند ايده على الطاوله، تمام، او مسك عامل هيك عند النادي الزجي هون الكف حواليه العصب الزندي، وعملت حركه بهالشكل هذا افضل للاسفل، عملت هيك تحت فبتحس انه في عندك شو صار، في عندك خدر وتنميل او حسك مثل حس الخدر والتنميل اجى عندك بالاصبعين. جربوها النادي الزجي جنب هون في حفيره، بس مش ايدك هيك اضغط شوي ومشي لتحت فبصير في عندك خدر وتنميل بالاصبعين الصغير يعني الخنصر ونص البنصر. اكثر ما يصاب العصب الزندي قلنا عند المرفق حيث يتوضع خلف اللقيمه الانسيه، وعند المعصم يتوضع امام قيدي العاطفات. تترافق عاده الاذيات عند المرفق مع كسور اللقيمه الانسيه. التوضع السطحي للعصب عند المعصم يجعله اكثر عرضه للاذى بالجروح القاطعه الطاعنه. الموجودات السريرية في إصابة العصب الزندي هي كالتالي: إذا كان إصابته في المرفق فتصاب العضلتان العاطفة الزندية للرسغ والنصف الأنثى للعاطفة العميقة للأصابع، تصاب هاتان العضليتان بالشلل. إذا عضلة قابضة الرسغ الزندي أو المثنية الزندية للرسغ والنصف الأنثى للعاطفة العميقة للأصابع، تمام، بالشلل.
يمكن ملاحظة شلل العاطفة للرسوب بالطلب من المريض إغلاق قوطه، تمام؟ يمكن في العادي ملاحظة الفعل المؤازر لوتر العضل الزنديل للرسوب لدى مروره إلى العظم الحمصي. يغيب توتر الوتر إذا شلت العضلة، تمام؟ يكون الوتران العميقان للبنصر والخنصر غير وظيفيين، بالتالي بتكون السلاميتان القاسيتان للخنصر والبنصر كمان غير قادرتين على الانتناء بشكل ملحوظ. يؤدي ثني مفصل المعصم لحدوث حركة تبعيد ناجمة عن شلل العاطفة الزندية للرسغ، وتبدو الحافة الأنسية لمقدمة الساعد مسطحة بسبب ضمور العضلتين الزندية والعميقة المستبطنتين لها. تصاب العضلات الصغيرة لليد بالشلل عدا بارزة الإلي والخراطينيتان الأولى والثانية، هي اللي بتعصب العصب النصف مثل ما قلنا. بيفقد المريض قدرته على تقريب وتبعيد الأصابع، وبالنتيجة بيكون عاجز عن إمساك قطعة ورق موضوعة بين أصابعه، تمام؟ تذكر أن باسطة الأصابع تستطيع أن تبعد الأصابع إلى مدى قصير، ولكن ذلك ممكن فقط إذا كانت المفاصل السنعية السلامية بوضعية فرط البسط. إذا ما بتعمل تبعيد إلا إذا كانت المفاصل السنعية السلامية بوضعية فرط البسط. من المستحيل تقريب الإبهام لأن العضلة المقربة للإبهام مشلولة، تمام؟ فإذا طلب من المريض إمساك قطعة ورقية بين الإبهام والسبابة، حطوا له بين الإبهام والسبابة قطعة ورقية، فإنه سيقوم بتقليص عاطفة الإبهام الطويلة بقوة مع ثني السلامي النهائي. تلاقيه بيعمل هيك، يعني بصير في عندك تقليص عاطفة الإبهام بقلصة، بصير بيعطف إبهام هيك شوية لجوا، هيك يعني بدي أخذ هيك شوية لجوا بقوة مع ثني المفاصل، تمام؟ مع ثني السلامي النهائي للأصابع، تمام؟ يعني بتصير يعمل لك هيك، تجي إصبعته الإبهام السلامي البعيدة بدها تجي لعنده، ما بحسن المريض أنه يتحكم فيها، وهذه العلامة أيضا تسمى بعلامة فرومنت. تصبح المفاصل السنعية السلامية مفرط البسط بسبب شلل العضلات الخراطينية وبين العظام التي تعمل في الحالة الطبيعية على ثني المفاصل. وبما أن الخراطينيتين الأولى والثانية ليستا مشلولتين، فإن فرط البسط للمفاصل السنعية السلامية يكون أكثر وضوحا في الإصبعين الرابعة والخامسة، اللي هو مسؤول عن تعصيب ما قلنا العصب الزندي. تأخذ المفاصل بين السلاميات الثني، المفاصل بين السلاميات بتأخذ وضعية الثني، يعني هاي المفاصل اللي إذا بتحب من رقمهم، المفصل الأول السنعي المشطي، الثاني اللي هو بين السلاميتين القريب، والثاني بين السلاميتان البعيد، تمام؟ فعم يقول لك إنه فرط البسط المفاصل السنعية السلامية يعني المشطي السلامي بيكون أكثر وضوحا. فرط البسط لك أصابعك هدول راجعين زيادة لورا، بيكون أكثر وضوحا في الأصبعين الرابعة والخامسة، تمام؟ تأخذ المفاصل بين السلاميات، بين السلاميات قلنا وضعية الثني، وهذا عائد مرة أخرى إلى شلل العضلات الخراطينية وبين العظام التي تعمل في الحالة الطبيعية على بسط هذه المفاصل. إذا العضلات الخراطينية وبين العظام في الحالة الطبيعية هي بتبسط هاي المفاصل، انشلت هذه العضلات نتيجة إصابة العصب أو أذية العصب بالزندة، فأدت شو إلى أن هذه العضلات أو هذه المفاصل السلامية انثنت، تمام؟ لكن تشوه الثني ويكون تشوه الثني عند المفاصل بين السلاميات ملحوظا في الإصبعين الرابع والخامس، لأن العضلتين الخراطينيتين الخاصتين بالسبابة والوسطى ليستا مشلولتين. نحن قلنا العضلات الخراطينية هي عبارة عن أربع عضلات، عضلتين موجودتين في الناحية الوحشية وعضلتين موجودتين في الناحية الأنسية. العضلتين الموجودتين في الناحية الوحشية بيأخذ تعصيبهم من العصب الناصف، والعضلتين الموجودتين في الناحية الأنسية بتأخذ تعصيبهم من العصب الزندي. هذول العضلات الخراطينية مسؤولة عن الثني
عن ثني او عن بسط، عفوا عن بسط المفاصل بين السلاميات، بتكون مسؤوله عن بسط المفاصل بين السلاميات. الان انشلت العضلات الخراطينيه 3 و4 نتيجه اصابه العصب الزنده، فصار في عندك ضعف في ثني الاصبعين الثالث والرابع، لكن الاصبع 2 و3 يعني السبابي والوسطى ما بيكونوا مشلولين، لانه بالاساس هن اصبعين شغالين، تمام؟ يعني العضلات الخراطينيه فيهم شغالين، ليش؟ لانه اخذوا تصيبهم من العصب الناصف، تمام. هلا هاي هون بهالحاله هاي صار في عندنا حاله مميزه، طبعا هاي بتكون بالحالات القديمه، يعني الحالات قديمه العهد، تاخذ اليد وضعيه المخلب، تمام، تاخذ اليد وضعيه المخلب، ويؤدي طبعا بهالشكل هذا، تمام، بهالشكل هذا بتاخذ اليد وضعيه المخلب، ويؤدي ضمور العضلات المشلوله الى تسطح بارز الضره، مثل ما حكينا هي بارز الضره، وفقدان تحدب الحافه الانسيه، الحافه الانسيه ما هي متحبه هيك، الحافه الانسيه بتنفقد الحافه، تحدب هذا التحدب لليد، ويظهر ايضا فحص ظهر اليد، هون ظهر اليد بين 3 و4 بيكون في عندك ضمور بسبب ضمور العضلات بين العظام الظهري. بنعيد، انا حسيت ان الفكره هذه ما وضحت للجميع، راح اعيدها من اول. اصابه العصب في عندنا عضلتين اساسيتين موجودات بالمرفق ومسؤول عنهم العصب الزندي، هي قابضه الرقصه الزنديه والنصف الانسي للعاطفه العميقه للاصابع. النصف الوحشي للعاطفه العميقه للاصابع قلنا هذا بيكون منين؟ من العصب الناصف، تمام. هذا توضيح. يمكن ملاحظه شلل العاطفي للرسغ بالطلب من المريض اغلاق القبضه، وقت اللي بيغلق قبضته يصير في عندك في شو عمليه تبعيد، تمام. يمكن ملاحظه شلل العاطفي للرسغ بالطلب من المريض اغلاق قبضته باحكام، فما بيحسن يغلقه. يمكن في الحال في العادي ملاحظه الفعل المؤازر لوتر العضلي العاطفي الزندي للرسغ لدى مروره الى العظم الحمص، تمام. توتر هذه العضلي اذا شلت بغيب، يغيب توتر هذه العضلي او توتر الوتر اللي بيكون على العظم الحمصي بيغيب اذا شلت العضلي، تمام. اذا القابضه الزنديه للرسغ بتروح بتحط ارتكازها بيكون على العظم الحمصي، او بيروح وتر على العظم الحمصي اللي هو من احد عظام الثمانيه الموجوده في الرسغ وهما بالصف البعيد، تمام. يكون الوتر لها، بيغيب التوتر لهذا الوتر اذا شلت العضلي. بقول لك الوترين العميقين للخنصر والبنصر، يعني للاصبع 4 واصبع 5 غير وظيفيين، وبالتالي السلاميات القاصية للخنصر والبنصر غير قادرتين على الانثناء بشكل ملحوظ، تمام؟ ان شاء الله يكون تمام. تبدو الحافة الأنسية الآن لمقدمة الساعد، الحافة الأنسية، هاي الحافة الأنسية لمقدمة الساعد، تمام؟ بشو بكون؟ بتكون ال عفوا تبدو الحافه الانسيه لمقدمه الساعد شو بتكون؟ مسطحه بسبب ضمور هذول العضلتين اللي حكينا عنهم في البدايه اللي هن العضله الزنديه والعميقه، تمام، يلي بيكونوا مبطنتين لها، تمام. اذا خلينا نحط نقطه اساسيه، انه اذا كان بالمرفق في عندنا عضلتين مسؤول عنهم العصب الزندي اللي هي قابضه الرسغ الزنديه والفرع العميق او القسم الوحشي او عفوا النصف الانسي لعاطفه الاصابع العميقه، قلنا النصف الوحشي بيكون من العصب الناصف، تمام. هلا التوتر العضلي قابضه الرسغ الزنديه ما بيبين، بيغيب يعني اذا شلت هذه العضله، حمل هيك ايديك هيك قبض قبض قبض، اذا قبض ايدك بيطلع عندك هذا وتر العضلي، هذا وتر العضلي يلي هي باسطه او عفوا قابضه الرسغ الزندي، قلنا قبضت فهي قابضه الرسغ الزندي، تمام. تبدو الحافه الانسيه مرجع معيده لمقدمه الساعد مسطحه بسبب ضمور العضلتين الزنديه والعميقه المستطينتين لها. نرجع نعيد هون شوي كمان مشان ما نضيع. تصاب العضلات الصغيره لليد بالشلل عدم بارزه الالي، قلنا هي ناصف، والخراطينيات 1 و2 كمان هذه ناصف. شو شلت الخراطينيات؟ بسط المفاصل السلاميه، تمام. يفقد المريض قدرته على تقريب وتبعيد الاصابع، وبالنتيجه يصبح عاجزا عن امساك قطعه ورق موضوعه بالاصابع،
بسط الأصابع، تستطيع أن تبعد الأصابع إلى مدى قصير، ولكن ذلك ممكن فقط إذا كانت المفاصل الصنعية السلامية بوضعية فرط البسط. إذا صار بوضعية فرط البسط بصير في عندك تبعيد، بس بتكون هاي بسط الأصابع تقدر هيك إذا كانوا هدول الأصابع المفاصل الصنعية السلامية في وضعية فرط البسط. رجعانين لورا، من المستحيل تقريب الإبهام. ليش؟ لأن العضلة المقربة الإبهام مشلولة. فإذا طلب من المريض امساك قطعة ورقية بين الإبهام والسبابة، فإنه سيقوم بذلك بتقليص عاطفة الإبهام، بقوة مع ثني السلامي النهائية. هاي اسمها علامة فرومنت. تمام، علامة فرومنت. بصير في عندك مثل ما نقول بصير في عندك تقليص لعاطفة الإبهام الطويلة. تمام، بتخلص عاطفة الإبهام الطويلة بقوة مع ثني السلامي النهائية لهي الأصفاء الإبهام، بكون اسمها علامة فرومنت. تصبح المفاصل الصنعية السلامية مفرطة البسط بسبب شلل الصنعية السلامية، قلنا مفرطة البسط بسبب شلل العضلات الخراطينية وبين العظام التي تعمل في الحالة الطبيعية، قلنا على ثني المفاصل، على ثني هذه المفاصل. خراطيميتين واحد واثنين ما مشلولين، فبالتالي انه فرط البسط المفصل الصنعي بيكون اكثر وضوحا في الاصبعين الرابعة والخامسة. تمام، تاخذ المفاصل بين السلاميات وضعيك الثاني، وهذا عائد مرة اخرى الى شلل عضلات الخراطيم وبين العظام التي تعمل في الحالة الطبيعية على بسط هذه المفاصل من خلال اتساع البسط. طبعا شفنا عندنا الفكرة نفسها مرتين ثلاثة. يكون تشوه الثني عند المفاصل بين السلاميات ملحوظا وين؟ بالاصبعين الرابع والخامس. ليش؟ لانه الخراطيميات بالسبابه والوسطى ما انه مشلولتين. اذا تشوه الثني بنلاحظه وين؟ بالاصبعين الرابع والخامس. ليش؟ لانه الخراطيميات الثلاثه والاربعه المرتبطين فيهم هذول مشلولين اللي بيعتصبوا من العصب الزنده. تمام، في الحالات القديمة العهد بتاخذ اليد شكل المخلب، اليد المخلبية بتكون في أذيات العصب الزندة. طبعا وين؟ اللي بتكون بالمرفق. يؤدي ضمور العضلات إلى تسطح بارز الضرة وفقدان تحدب الناحية الأنسية لليد، وسوف يظهر فحص ظهر اليد تجويفا بين العظام الصنعية بسبب ضمور العضلات بين العظام الظهري. الآن الحس، فقدان الحس بده يكون فوق السطحين الامامي والخلفي للثلث الانسي لليد والاصبع ونصف الانسي. واضحه؟ الان اخر فقره، اذيات العصب الزنده في المعصم. الحركه، تصاب العضلات الصغيره لليد بالشلل وتبدي ضمورا ما عدا عضلات بارزه الالي. تمام، اللي هي اسمها العضلات الرانفه، يلي بسموها العضلات المتعلقة الثلاثة المتعلقة بالإبهام والخراطينيتين الأولى والثانية المعصبة بالعصب المتوسط. تبدو المادة المخلبية أكثر وضوحا في الأذيات المعصمية، لأن العضلة العاطفي العميقة للأصابع ليست مشلولة، ويحدث انتناء ملحوظ في السلاميات القصر. الحس، ينقطع عادة العصب الزندي الرئيسي وفروعه الجلدية الراحة، أما الفرع الجلدي الخلفي فلا يصاب عادة. سيتحدث بالتالي الحس بالسطح الراحة للثلث الأنسي لليد والأصبع ونصف الأنسيين والوجوه الظهرية للسلاميات الوسطى والقاسية لنفس الأصابع. من الهام ذكروا أن إصابة العصب الزندي كلما كانت إصابة أعلى كلما قل وضوح التشوه المخلبي، بخلاف إصابة العصب المتوسط تترك أذيات العصب الزندي أذيات فعالي يدا فعالة. يعني إذا كان عندك إصابة بالعصب الزندي اليد وظيفيا فعالة نوعا ما، أما بالعصب الناصف فما بترك فعالة. تمام، يعني ما بترك، الإنسان ما بحسن يقوم بوظيفته. يبقى الحس فوق الجزء الوحشي لليد سليما، ويكون الفعل الشبيه بالكماشي للإبهام والسبابة جيدا بشكل معقول رغم وجود بعض الضعف بسبب فقدان مقدرة تقريب الإبهام. هيك بنكون انتهينا من محاضرتنا، وشكرا لكم جزيل الشكر. راح نرجع بس بتذكرة هيك أساسية. نقول للعصب الرئيسية طبعا اللي عم نحكي عنهم هلا آخر شيء، اللي هن العصب الكعبري والعصب الزندي والعصب الناصف. العصب الكعبري إذا كان مستوى الإصابة مرتفعا، يعني مستوى الإصابة وين؟ بالإبط أو بالمرفق، فبصير في عنا يد مخلبية.
بالفروع العميقة يا أخوان قلنا بالفرع تعصيب بالعضلات المعصبة من الفرع العميق، ما بصير في عنا أذيد مخلبية، تمام، وما بصير في عنا فقد حسة للثلاث أصابع، الثلاث أصابع الناحية الظهرية للثلاث أصابع الأولى من واحد واثنين وثلاثة ونص الرابع، الناحية الظهرية لهم بصير في عندك مشاشة حسية، تمام. بالفرع العميق ما بصير في عندنا هيك. باليد طبعا هو هبوط اليد هو الناحية أو العلامة المميزة لأصابع الأصابع العلوية للأعصاب الكبرى. في عندنا الآن كذلك الأمر، قلنا العصب الناصف في العلامة المميزة له هي يد القرد، والعصب الزندة هي اليد المخلبية، تمام. هذه بس للإيضاح والتوضيح بشكل كبير. إن شاء الله تعالى إذا الله أحيانا إلى ذلك اليوم، في الجلسة الثالثة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن المتلازمات الأساسية، سنتحدث عن المتلازمات الأساسية التي تصيب الطرف العلوي نتيجة أذيات الأعصاب المحيطية، وراح نعيد بعض المتلازمات التي ذكرت عندنا اليوم، وراح نحكي عن الاختبارات المشخصة لكل أذية ولكل متلازمة من هذه المتلازمات. إخواني المجال مفتوح الآن لتقديم أي سؤال، إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة. محاضرتنا بعرف أنا أنه عصبية بحتة، حاولت قدر الإمكان أن يكون في حياة لهذه المحاضرة عن طريق السؤال والجواب، عن طريق أن تكون في حركة، تمام. في الجلسات القادمة تعالى سوف نتبع هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى. أرجو أن أكون قد وفقت في هذه المحاضرة. شكرا لكم جميعا، بارك الله بكم. راح نصبر دقيقتين أو ثلاث للأسئلة في حال وجودها. بارك الله بكم جميعا أخواتي، الله يعطيكم الصحة والعافية، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا إن شاء الله يا رب. بارك الله بكم أخواتي، بالنسبة الله يعافيكم جميعا، شكرا لكم جميعا، يعطيكم ألف عافية، على أمل اللقاء إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم في نفس التوقيت. شكرا لكم أخواتي. بالنسبة بس هون في سؤال بالنسبة للمادة العلمية، لأخوي هون عم يسألوا عن المادة العلمية. المادة العلمية بإمكانكم متابعتها على يوتيوب رشد الافتراضية، تمام، على حساب رشد الافتراضية على اليوتيوب، تمام. هذا بالنسبة للمادة العلمية بإمكانكم الرجوع إليها على اليوتيوب. بالنسبة للأسئلة الامتحان، أسئلة الامتحان راح تكون مسؤول عنه الجامعة إن شاء الله تعالى، راح تكون الأسئلة اختيار من متعدد، تمام. طبعا الاختبار لو سمحت حيكون الأسئلة بالعربي والإنجليزي ولا بس عربي؟ أخت زينة، راح يكون الأسئلة بالعربي، المصطلحات راح تكون موجودة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية إن شاء الله تعالى. إذا الاختبار راح يكون بالعربي، لكن المصطلحات راح تكون موجودة باللغتين العربية والإنجليزية. لو سمحت يكون في بريك للصلاة أخي الكريم، عم نعطيك المحاضرات عم تصير بوقت بعد صلاة الظهر، والأذان العصر عم يصير ضمن المحاضرة بتلحقه، يعني الآن الساعة 5، الآن الساعة 5 وتقريبا ونص، ففي مجال أنك تصلي العصر. بقى الوقت بتوقع وقت جيد، ما في شيء ان شاء الله تعالى، وبالاساس انا معطي بريك، في بامكانكم تطلب البريك الوقت اللي بتريدوه ان شاء الله تعالى راح نعطيكم اياه. المحاضره بعد انك بي دي اف، هل يوجد اخواني مثل ما حكينا لترجع لتدرس او لتراجع الماده العلميه؟ ليس هناك وسيله سوى اليوتيوب، الرشد الافتراضيه على اليوتيوب، اذا عنوان رشد على اليوتيوب. ايضا بامكانك اذا بدك تراسل الاداره لا تحصل على اي شيء بخصوص بهذا الامر، بخصوص هذا الامر، تمام. أي أسئلة أخرى أخواني؟ لا أخي نزلت على اليوتيوب موجودين. لا أخي اليوم الأخت قمر، المحاضرة السابقة كانت على اليوتيوب موجودة. بابا. شكرا لكم، بارك الله بكم، شكرا لكم وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.